مساء الخير، أهلا ومرحبا بكم في صالون علمانيون الثقافي رقم 599. في كتابه الأشهر الأورجانون الجديد يصف فرانسيس بيكون أوهام العقل أو أصنام العقل الأربعة، تلك الأصنام التي توقع العقل البشري في الانحراف وتعوق العقل عن الوصول للمعرفة المجردة، لا المعرفة المزيفة أو المتخيلة. صنم القبيلة، صنم الكهف، صنم السوق، وصنم المسرح. المدهش أن الكتاب الذي قدمه بيكون في بدايات القرن السابع عشر، أي قبل 4 قرون من الآن، يبدو أننا بأمس الحاجة إلى اكترار تلك الأفكار لمحاولة التغلب على أحد أهم أمراض الثقافة العربية. فالثقافة العربية حبلى بالعديد من الأنماط والقوالب التي باتت تشكل صخور تجثم على أنفاسها، تماثل تآكلا يصل إلى حد الموت البطيء. وفي ظل تحديات العولمة وتسارع التقدم العلمي، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن إشكاليات الثقافة العربية تتعاظم بشكل متزايد. ويوما وراء الآخر يبدو أن الأزمة تلقي بظلالها على كافة النواحي الأخرى، الاجتماعية والسلوكية والاقتصادية وحتى السياسية. والجدير بالذكر أن الأصنام لم تعد توصيفا للقديم والراكد ولما هو أصوليا، بل بات هناك أصناما حداثية، فقد أصبحت حالة ديناميكية يمكن أن تصيب أي تيار أو فكر. الجنوح تجاه السكون والاتكاء على المسلمات آفة لا تقف عند منطقة الأصولية فقط والتراث، ويبدو أن إشكاليات الرمز واللهث وراءه تعقد المسألة أكثر فأكثر. الليلة في صالون علمانيون سنحاول تقديم تشريح لإشكالية الثقافة والعقل العربي. عنوان اللقاء: الضاحكون على هبل، العقل إلى أين؟ يسعدنا ويشرفنا أن يحل ضيفا على صالون علمانيون الثقافي المفكر والباحث المتميز دكتور اليمين بن تومي من جامعة سطيف الجزائر. رحبنا بضيفنا. مساءكم سعيد، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء العلمي في هذه الأمسية من الأماسي التي نحاول فيها أن نفكك ما نسميه ثقافة عربية. يبدو أن التوسيم بهذه الصفة ثقافة عربية سيجعلني في قلب الطرح الإيديولوجي، مع أننا نتوخى في كثير من الأحيان كما يقول الفيلسوف التوسير، نتوخى أن نفكر داخل منطقة ما بين، وهي منطقة اللا إيديولوجيا، حتى نجنح إلى الإبستيمولوجيا، نجنح إلى نقد نظرية المعرفة. لا يفوتني ها هنا أن أشكر صالون علمانيون على هذه الاستضافة. أنا الذي دخلت هذا الصالون طارئا وسأغادره مثل ذلك، لأن الطارئ كما يقول روجي جارودي هو ما يبقى أثره، أما الذي يتمثل أنه أصل دوما ما يبقى يعاني نزعة أصوليته، حتى أنه يتحول إلى قوة تؤسس لنوع من المركزية التي لا تبرح مكانها ولا تبرح زمنيتها. وبالتالي فإن الأصل يحمل معه أو يحمل في عمقه زمنيته الخاصة، ويحمل كذلك في عمقه مكانيته الخاصة. وبالتالي دائما ما نعتاش في البحث عن الأصول، ما نعتاش على هذه النوستالجيا، أن نتحين المكان وأن نتحين معه الزمان. ولكن قبل أن أتحدث معكم حول هذه الإشكالية، دعوني أحلحل معكم
وألعب معكم لعبة رمزية ننطلق فيها من فكرة الصنم التي في الحقيقة احتفى بها العربي في تاريخه قبل الإسلام بطبيعة الحال. هل غادر العربي في تفكره في العالم وفي المكان وفي الزمن، هل غادر الاعتياش على هذه الصنمية، أم الصنمية قد تغلغلت إلى هذا العقل الذي بقي دائما يفكر في صنمية أخرى، وإن لم تكن صنمية الحجر فهي صنمية الأشخاص أو صنمية القبيلة أو صنمية الأصول؟ الصنمية تتحول بشكل ما وتتخذ لها موقعا داخل هذا العقل، وتتسرب من ثمة داخل الأنظمة أو داخل ما نسميه الأنساق الثقافية المختلفة، النسق الاجتماعي والنسق الثقافي والنسق البيئي والنسق الاقتصادي. وكيف يمكننا أن نجد عقلانية مقاومة تعمل دوما على أن تفكر خارج الوعاء أو أن تفكر خارج هذا الصنم الذي اصطنعناه وسميناه هكذا مرة واحدة عقلا عربيا؟ تحيلني أو تذكرني كلمة هبل إلى هذا الوسيط الذي كان يتخذه العرب إلها ليقربهم من الله زلفى. فالعرب لم يؤمنوا مباشرة بالآلهة، وإنما آمنوا بفكرة الوسيط، ونحن دائما ما نفكر بالوكالة، بمعنى أن فكرة الوسيط تتمدد داخل هذا العقل الذي سميناه عقلا عربيا، لنجد أن الوسائط كثيرة داخل هذه العقلانية، إنها ليست وسائط واحدة منذ أن وجده بل كوسيط بين الإنسان وربه، بل هي وسائط متكثرة، وسائط سياسية، وسائط ثقافية، وسائط اجتماعية، ووسائط اقتصادية، بمعنى أن العربي يفكر داخل منطق الإحالة، يفكر داخل منطق الوكالة، يفكر داخل منطق الإنابة، من ينوب عنه؟ وكأن هذا العقل لا يملك قوة في نفسه حتى، أو لا يملك بلغة نيتش اقتدارا من نفسه ليفكر فيما يقابله من العالم. أولا أن نفكر مع العالم، بمعنى أن نسمي هذا العالم، نخترع له أسماء، أن نقبض عليه داخل اللغة. فهل فعلا استطاع العربي أن يقبض على العالم داخل اللغة؟ وهل زمنيات القبض على العالم زمنيات واحدة، كما قال محمد عبد الجابري بأن العربي يعيش زمنا ثقافيا واحدا لم يغادره إلى الآن في كتابه في تكوين العقل العربي؟ هل فعلا أن هذا العربي لم يغادر زمنيته الأولى وصنع عالما واحدا، وتم ختم هذا العالم وختم هذه التوقيفية وهذه الإسمية داخل منطوق زمني واحد لم يغادره هذا العربي؟ هل استطعنا الآن داخل ما نسميه العالم الحديث أن نفصل وأن نقطع مع الزمنية الأولى لنعيش زمنيتنا الثانية، أو كما يسميها أبو القاسم حج حمد هذا الفيلسوف السوداني العالمية الإسلامية الثانية، لنفكر مع العالم الجديد بمنطوقنا الديني وبمنطوقنا الأخلاقي وبمنطوقنا الحضاري؟ هبل هذه اللفظة كما علمنا ديريدا تحيل داخلها إلى جميع المكنونات اللفظية والمعرفية التي يمكن أن تنتظم الثقافة العربية. فلو قلبنا الحرف وسبقنا وجعلنا الضم على الهاء فتحا لأصبح الهبل، والهبل هو الجنون. وأقول أعطيتك الشيء بهبل بمعنى بكثرة، بمعنى أنه ليس جنونا عاديا، إنما الهبل هو الجنون مع الكثرة، من هبل الإله إلى الهبل بالكثرة، بمعنى أننا نعيش حالة مفارقة لما هو زماني، وحالة مفارقة لما هو مكاني في الوضعين الزمنيين الأول والثاني.
عشنا مفارقة للواقع في الزمنية الأولى حينما اتخذنا هبل وسيط أو حينما اتخذ هبل وسيط، ونعيش مفارقة مع الزمان والمكان حينما أصبح الجنون هو الحاكم على هذه العقلانية التي تفكر بالوكالة وتفكر بالوساطة. فالجنون والصنمية هما من نوع ناري لما تحيل عليه لفظة اللهب التي نشتقها من فعل هبل حينما نسبق اللام على الهاء. واللهب ها هنا هو ما يشعل العاطفة وما يشعل الوجدان وما يغلب الوجدان على ما هو عقلاني، لأنه لا يمكن أن نصل إلى حالة الجنون إلا بعدما تتمرد العاطفة على العقل، لأن العقل هو حالة الرشاد الوحيدة في هذا العالم. لكن ما جعلنا نعيش حالة التيه وحالة اللا استقرار وحالة حالة اللا رشاد، وهي هذا اللهب الذي يعتور عاطفتنا، بمعنى أننا كائنات عاطفية ووجدانية لم تستقر داخل لحظة عقلانية واحدة. مهما ادعى مفكرون بأننا حاولنا أن ننظر إلى هذا العقل، لكن النظر إلى العقل العربي لم يستقر أبدا داخل فعل العقلانية، وإنما بقي عقلا مرتبطا أو عقلا جسر وسيط بين الجنون وبين الصنمية أو الصنمية الدينية، بمعنى أننا نعيش أزمتين في تاريخنا، نعيش أزمة دينية تمثلها هذه الرمزية، ونعيش أزمة وجدانية نارية يعكسها فعل النار كما يقول غاستون باشلار في كتابه النار حينما يتحدث أن عنصر النار هو ما يحيل على جذوة العاطفة والمشاعر، بمعنى أننا لم نستطع أن نجفف عالم العقل وعالم اللغة من هذه الوجدانية المتكثرة التي تحيل على القبيلة والتي تحيل على الأنساب والتي تحيل على التفاخر والتي تحيل على الأمجاد القومية ما بعد الاستقلال دولنا، ما بعد الاستقلال التي عاشت بين هاتين الرمزيتين اللتين تعيشان على الوكالة، الوكالة الأصولية بكل ما يحيل إليه الخطاب الديني، الشيخ شيخ القبيلة، العالم، الوسطاء الذين يعيشون بيننا كثر. الحقيقة لا يمكنني أن أفككهم في هذه العجالة أو في هذه السامحة. فمن داخل هذا الفعل الذي يعكس هذه الأبعاد تكونت العقلانية العربية في جذورها الأولى، ليست عقلانية صارمة وليست عقلانية متجذرة، يعني متجذرة في بنائها العقلاني للعالم. لذلك دائما ما نقول أن التفكير في الجذور أهم من التفكير في المآلات، لأن التفكير في الجذور هو الذي يجعلنا نطرح ذلك السؤال الذي طرحه أمين الخولي، طرحه طه حسين عندكم هنا في مصر، وطرحه كذلك العديد، سلامة موسى وحسن حنفي، ولماذا خلقنا هكذا ولماذا نحن هكذا ومن أين نبدأ لنحلل الإشكالات الكبرى. هل نبدأ دائما من توصيف هذا العقل الذي ارتكس داخل لحظتين أساسيتين، داخل الصدام، داخل لحظتين أو داخل لحظة الصدام بين ما هو عقلاني وما هو تيوقراطي، وبين لحظة الصدام بين ما هو عقلاني وما هو تحديثي، وكأن هناك مراكمة لهذه العقلانية، هناك عقلانية متبرئة من نفسها أو عقلانية لم تقف طويلا أمام مفهمة هذا العقل. حتى المعجم العربي حينما ننظر إليه وهذه العقلانية سنكتشفها داخل فهمنا نحن العرب
لهذا العقل داخل مصادرنا اللغوية. حينما نقول ابن منظور أو القاموس المحيط أو اذهبوا إلى ما شئتم من القواميس، ستجدون أن العقل دائما دلالته التكبيل والاعتقال والتقييد. عقل الشيء بمعنى ضبطه وقيده، يحيل على الضبط وعلى التقييد. لماذا؟ لأن هذا المعجم كتب أو دونا أو جمع في الفترة التي كانت فيها لحظتين، أو انتعشت فيهما لحظتي الهبلية التي تفيد الصنمية، ولحظتا الجنون التي أصبح أو حينما خرج هبل عن طوره ليصبح في زعمهم كائنا وجدانيا. انتقلنا من الصنم باعتباره حجارة إلى صناعة صنمية الأطياف والفرق والملل والنحل المختلفة، وهو امتداد لأزمة الخطاب الديني خصوصا في المراحل الزمنية الأولى. فالعقل الذي اكتسب هذه الدلالة داخل هذه المعجمية، هذه المعجمية التي اعتقلت العقل، بمعنى أنه منعته من أن يفكر، منعته من الحرية، فهو يفيد دائما اللجم. حتى الحكمة من الحكمة، بمعنى الحكمة وهي الحديدة التي توضع في فم الحصان لتوجهه أو لتلجمه عن الخوض، هكذا كما يقول زهير بن أبي سلمى أن يخوض في البراري: رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم. بمعنى منعته من الانفلات، لأن العقل فيما يقول فرانسيس بيكون الذي قدمت به، أو فيما يقول ديكارت، لا بد له من مبدأ عميق يشتغل عليه، وهو مبدأ الحرية. بقي العقل عندنا بين هبل وبين الهبل، بين الأزمة الدينية وبين المصادرة الدينية الكبرى التي عاشها هذا العقل في منظورنا المعجمي، وبين الهبل الناتج عن التكاثر في الفرق والملل والأهواء والنحل، وكل واحد منهم يدعي الحقيقة ويدعي المصداقية. في الحقيقة أنه بين أن نبين الدلالات أو اللبنات التأسيسية كما يقول عبد المجيد الشرفي لهذه العقلانية، لابد أن نفكك جملة من القضايا. هذا العقل الذي نتحدث عنه بهذا الإعجاب، هو حينما نقرأ المشهد الفكري والثقافي في عالمنا العربي، سنجد أن مفكرين فكروا في عقل لا نملك منه شيئا. هذا العقل الذي نفكر فيه ونفكر به، وحينما أقول به بمعنى بقواعده وبمقولاته، أنه عقل مستلف، استلفناه وليس عقلنا. لأنه حينما نأتي لنفكر في هذا العقل الذي حدثنا عنه محمد عبد الجابري أو أركون أو هشام شرابي أو طه عبد الرحمن أو طه حسين أو مثلا عاطف العراقي عندكم هنا في مصر أو غيره من مختلف أقطاب العقلانية، إنه عقل لا نملك منه إلا الإسمية. بقي عقلا معلقا من عرقوبه، بقي عقلا أوديبيا يعيش الأزمة الأوديبية بجميع تفاصيلها. هذا العقل المتورم المتذخم الذي يعيش حالات من التفكير بمعزل عن الواقع والثقافة التي أنتجته أو الثقافة التي خلقته وأخرجته إلى هذا العالم. إنه عقل بالجملة، عقل نستطيع أن نقول عنه طالبه أجنبي أو غربي، إن صح التعبير أو إن صحت الإحالة. فما هي الأساسات إذن التي علينا أن نفكر فيها لننتج عقلا يتجاوز هذه الأزمة التي نعيشها، أو ننتج عقلا إن صح التعبير، عقل
من داخل الثقافة العربية. هل نفهم ما معنى أن نفكر من داخل الثقافة العربية؟ بمعنى علينا أن نعود إلى الثقافة الشعبية التي تكون داخلها هذا العقل، لأن الثقافة كما يقول الأستاذ محمد شوقي الزين في كتابه ثقافة الأزمنة العجاف، هو واحد من الفلاسفة الجزائريين، أن 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 مدلول الثقافة دائما مدلول لا يمكن القبض عليه، بل ليس هناك أخطر من 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 تحليل مفهوم الثقافة. الثقافة بالمعنى الأنثروبولوجي، الثقافة بالمعنى السوسيولوجي، الثقافة هي التي تحيل على أنظمة الحياة بصورة مختصرة كما يقول الفيلسوف الفرنسي بوريكو، هي الحياة، هي أن تعيش الحياة كما تفرضها عليك الحياة. هذا العقل الذي ولد بالصحراء، ونحن نعرف أن هذا العقل الذي نفكر به هو أساسا عقل صحراوي، بمعنى أنه نبت داخل هذه الصحراء. الدليل عليه هو هذه المعجمية التي قربتنا من هذه المدليل أو قربتنا من هذه الإحالات، بمعنى أن هذا العقل الذي ندعي أنه يفكر مع العالم هو عقل بيئي بامتياز، عقل صحراوي تكونت فيه جميع موجبات ما هو موجود في الصحراء، فأصبح يتلاطف مع الصحراء ويعيش صحراويته، بمعنى أنه مخلوق تكون داخل هذه الدائرة الجافة، هذه الدائرة الرملية، هذه الدائرة. لذلك ينتعش داخل هذا العقل مفهوم الجفاف، ينتشر داخل هذا العقل مفهوم النار، مفهوم الشمس، النور، تنتشر هذه المعجمية التي أستطيع أن أقول أنها معجمية كما قلنا من معجمية اللهب التي تحيل على التشعبات المختلفة لمدلول اللهب في الثقافة العربية، بمعنى أن هذا العقل الذي يحيل على النور ويحيل على الشمس ويحيل على الصحراء، يحيل على البارز بلاغيا، على الواضح، يحيل على أحد أهم المفاهيم علوا في المدلول الناري، هو النص. والنص هو العلو والوضوح والبروز، يحيل على مفهوم هذه النصية التي جاءت كتتويج لمسير العقل في تاريخنا، بمعنى أن العقل الذي تكون داخل هذه الدائرة البيئية، دائرة الصحراء، البروز، الوضوح، وكذلك الشروط والتيه، وكذلك الجفاف، وكذلك الندرة، ندرة الحياة، ضآلة الحياة. لذلك في المقابل جاء نص مضخم بالحياة في مقابل ندرة الحياة فيما هو واقعي، فيما هو صحراوي. هذا العقل الذي لا يملك، ونحن علينا حينما نفكر مع المفهوم أو حينما نفكر مع الملفوظ أو مع اللفظ، علينا أن ندرك أن هذا اللفظ في تفكرنا وفي تأملنا سيتحول إلى مفهوم. هذا المفهوم الذي سنشتغل عليه فيما يخالف ما وجدناه من تنظيرات عند الجابري وعند جورج طرابيشي وعند طه عبد الرحمن حينما يردون هذا العقل إلى أصلين هما إسكاغوراس وهيراقليتس، حينما يقولون أن العقل بمعنى اللوغوس وهو العقل الأولي الذي يحيل على الطبيعة، ومن ثم الطبيعة تحيل على الإله، أو هو العقل الذي يحيل على مدلول ما من المدلولات التيوقراطية التي أشار إليها هيراقليتس. نحن حينما نتأمل هالوضع، هذا الوضع الذي وجد عليه العقل في منابته أو في منبته الأول،
سنجده عقلا فلينستينيا كما يقول بن سالم حميش. ما معنى العقل الفلينستيني؟ العقل التصحيري الذي صحر المفاهيم ويصحر الحياة ويصحر العالم، بمعنى أنه يفكر داخل منطوق الفراغ، يفكر داخل منطوق الخواء، يفكر داخل الامتداد، ويفكر داخل الارتحال. لذلك أول ما أراد هذا العقل أن يعبر عن نفسه داخل القصيدة عبر عنها في رحلة طويلة، ابتدأت أولا بذكر الدمن، بذكر الأطلال. دائما هناك عويل وهناك بكاء، بكاء على ماذا؟ بكاء على ندرة الحياة في هذا العالم، أو بكاء على تقلص الحياة داخل هذا العقل. لذلك احتاج العربي إلى أن يرمم، أو الفيلسوف العربي احتاج إلى أن يرمم هذا النقص الموجود في هذا العقل، وهذا ما صرح به الفارابي فيما بعد حينما كشف أن العربي لم يعرف المدينة، وأنه لابد له من أن يؤسس لأخلاق المدنية حينما تعرف إلى مفهوم الملة. الملة وهي المرتبة لنواقص العقل، والمرتبة المرتبة أو المرممة لنواقص العقل. وهذا ليس عيبا في العقل في ذاته، العقل يبدأ من حالة الفراغ ليؤسس لموضوعاته. ولكن الذي نجده في الثقافة العربية أن هذا العقل الذي نشأ في البروز ونشأ في الوضوح ترتبت عليه مجموعة من الموضوعات. وأنا هنا أخالف السيد قماني وبعض من المفكرين العرب حينما يفكرون في رأس السواح وأشكالهم، حينما يفكرون في موضوعة الأسطورة. الأسطورة باعتبارها هي المغامرة الأولى للعقل، أو باعتبارها هي المولد الحيوي والثقافي للعقل. العقل دوما هو استنباط على حياة كانت قبله، أو هذا العقل هو في الحقيقة ما هو إلا إحالة إلى العقل الأول الذي نعني به الإله الذي ينظم هذا العالم. لكن هل العقل داخل الثقافة العربية هو استمرار لهذه الإحالة ولهذه الدلالة؟ هل المجال الدلالي أو التحولات الدلالية في مدلول العقل عند العرب هي نفسها التي تحيل إلى المضمون الذي كان يتحدث عنه مفهوم العقل في الثقافة اليونانية مثلا، أم أن هناك قطع إبستيمولوجيا في الإحالتين؟ إذن حينما نفكر في النواة، في النواة الأولى والتكرارات لوحدة العقل في الثقافة العربية، لن نجدها أبدا تمتد إلى هذه الوحدة التي تحيل إلى الإله، لأن الثقافة العربية لم تتكون ثقافة أسطورية. روجي غارودي في كتابه صدام الحضارات حينما يتحدث عن الغرب والعرب يقول: لوكسيدان الذي هو الغرب سيت النكسيدان، بمعنى الغرب طارئ أو حادث أو عارض. والغرب في معناه المعجمي هو الشفق، أو هو بداية الليل. ماذا يكثر في الليل في العادة؟ في الليل سنجد شيئين مركزيين يملكان نسلا داخل الحياة الأوروبية أو داخل الحياة الغربية. سنجد الموقد، الموقد أو شعلة النار، وهي أحد مداليل الآلهة عندهم، أو يهوى وهو شعلة النار، أو كما هو في الألعاب الأولمبية تلك الشعلة التي يأخذها الرياضي ليشعل بها جبل أولمبوس، وهي إحالة إلى الشعلة التي سرقها بروموثيوس من الآلهة، بمعنى أن هناك سند معرفي وسند أخلاقي في مدلول الغرب داخل الأسطورة اليونانية. الغرب طارئ أو هو الليل. في الليل تكثر مسألتين، تكثر مسألة النار
لأن المجتمعات الليلية مجتمعات باردة، وداخل المجتمعات الليلية تكثر الحكاية أو يكثر الحكي، تكثر الحكاية عن الآلهة وأنساب الآلهة والأبطال الخارقين والأبطال القوميين وإلى غير ذلك. هذا هو النسل المعرفي أو الإبستيمولوجي للأسطورة. لذلك سنجد في الحكاية تعددا في الموضوعات وتعددا في الأبطال وتعددا في الأصوات، كما علمنا باختين في كتابه المبدأ الحواري حينما يتناول الحكاية الأوروبية أو السند التاريخ للحكاية الأوروبية، ويقول أن المقصود بها تعدد الأصوات الناتج عن الصراعات بين الآلهة وأنصاف الآلهة والبشر. وحينما كتب الشاعر الكبير صاحب الإلياذة والأوديسة، حينما كتب الصراع بين الآلهة وأنصاف الآلهة والبشر، استطاع أن ينقل لنا هذا التعدد الموجود في الأصوات. بينما في الثقافة العربية النور، هذا العالم من النار، هذا العالم الملتهب، هذا العالم الصحراوي، هل نجده في مدلوله الإتيقي كما يعلمنا غاستون باشلار يحيل إلى النور وإلى الكثاف وإلى الزيادة فيه وإلى الزيادة في الوضوح وإلى الزيادة في البروز؟ لذلك قيل هذه أمة فصاحة وأمة بيان، بمعنى أنها أمة بروز وأمة وضوح. فالوضوح والبروز من جنس النور الذي تعكسه البيئة وتعكسه الطبيعة، وبالتالي لم يحتج العربي في هذه الناحية إلى تعدد في الأصوات، بل في داخل النور وداخل البروز دوما ما تنتعش فكرة الواحد، دوما ما تكون في عالم الصحراء حينما يسافر الرجل لوحده على ناقته يكلم الناقة أو يكلم فرسه أو يكلم الوحشي، كما نشهد في القصيدة العربية التي هي خير مثال على منطوق الثقافة وعلى أساس الثقافة. لذلك داخل العالم الصحراوي ماذا تكثر؟ تكثر العزلة، لأنه في الصحراء لا رفقة. وهناك فيلسوف، حتى لا نتهم بأننا نفكر داخل المدونة العربية ولا نستنجد بالمدونات الأخرى، هناك مفكر يهودي اسمه إدموند جابيس كل كتبه حول فكرة الصحراء وحول فلسفة الصحراء. يقول لنا هذا الفيلسوف إدموند جابيس، وبعض كتبه مترجمة إلى اللغة العربية، يقول في عالم الصحراء تنمو العزلة، وفي عالم الصحراء يأتيك الإله من كل الأمكنة، يأتيك الإله من كل الأمكنة، أو يصطنع الإنسان لنفسه إلها إن لم تكن لديه قناعة بهذا الإله. فلذلك فهبل هو إحالة على هذه الرمزية الأنوارية، هذه التي نشأت من النور. ولكن للأسف الشديد فنحن دائما ما انتقلنا من فكرة الهبل لتصنع الثقافة داخل هذا العالم، عالم البيان وعالم البروز والوضوح، تصنع أصنامها، شيخ القبيلة وهو المتكلم السياسي الوحيد بقبيلته، الشاعر وهو الواجهة الجمالية لهذه القبيلة، وهكذا بدأت تنمو تلك الصنميات المختلفة داخل الثقافة العربية. داخل هذا النور وداخل هذا العالم الملتهب، هذه الكتلة الملتهبة من الأنوار، لا وجود لتعدد الأصوات. لذلك الثقافة العربية ثقافة مبيدة لتعدد الأصوات، أو ثقافة ماسخة لتعدد الأصوات. فلا يوجد أو لا يؤمن العربي كثيرا بفكرة تعدد الأصوات، فهو مجبول أو يحب بناء فكرة الصنم، يعبد ويعشق فكرة الصنم. لذلك يرتبط عقلنا دائما بالشاعر الفذ، يرتبط عندنا، نحن عندنا ظاهرة غريبة
الشاعر الكبير، التاجر الكبير، المثقف الكبير، لدينا دائما نصنع من أشخاص، نصنع منهم أصناما في مجالات متعددة. إذن هذا العقل الذي لم يستطع أن يتجاوز الصنمية إلى بناء الرمزية، ولم يستطع أن يتجاوز النص إلى النصية، لأننا في الحقيقة حينما نتأمل هذا العقل الذي بنى نصوصه وكانت له نصوصه، النصوص التي حركته في هذا العالم، يعني لا يستطيع الإنسان أن يتحرك في العالم من دون نصوص، كلام كما علمنا ميشيل فوكو في لمويلي شوز حينما قال أن دون كيشوت الذي تحرك في العالم إنما تحرك بإملاء من النصوص. حتى هم يعترفون بقيمة النصوص في التاريخ. إياكم أن تعتقدوا بأن الغرب ارتد على نفسه أو ارتد على ثوابته، كما يقول أحد الفلاسفة هذه ثوابت مطمورة تنتظر من ينتشلها من حالة الرماد ليعيدها مرة أخرى. لذلك ونحن خبراء بهذا الغرب ونسافر إليه كل عام وننخرط مع مثقفيه، نعلم بأن الأسطورة تعود كل مرة داخل هذا العقل ويتفكرون بها ويعيشون بها ويقتتون بها، بل هي أصبحت رموز لمنتجاتهم الاقتصادية. مثلا انظروا إلى تلك السيارة كليو، مثلا هناك نوع من السيارات يسمى كليو، هي نسبة إلى كليوس ربة التاريخ. مثلا في المواد الاقتصادية وفي المنتجات، كما حدثنا فرانسيس بيكون أن دائما السوق يستلف من الأسطورة أسماءه كنوع من أنواع عدم النسيان، أو كنوع من أنواع عدم الوقوع في النسيان. هذا العقل لا يمكنه أن ينسى. لذلك حينما نفكر في أزمة هذه العقل أو في أزمة عقلنا العربي، الأزمة أولا ليست في العقل في ذاته، وإنما الأزمة فيما تم بناؤه حول هذا العقل وهو ليس منه، خصوصا الجابري. أوقعنا في ورطة كبيرة حينما تحدث عن العقل العربي بما ليس فيه، وتم إحالته إلى مصادر ليست من مصادر هذا العقل. ولعل هذا الكلام سيغضب كثيرا من تلامذتي ومن عشاقي محمد عابد الجابري. لاحظ حتى التفكير في عقلنا العربي، ودائما حتى جابر عصفور وهو واحد من كبار المثقفين في كتابه ضد التعصب حينما تناول الأزمة، أزمة الخطاب الديني في مصر في حالة نصر حامد أبو زيد، كثيرا ما أجد مرافعات، أبولوجيا، ديزابولوجي، هكذا مرافعات مع هذا العقل، وكأن هذا العقل يحتاج من يرافع عنه. إذا احتاج العقل من يرافع عنه، ما الجدوى منه إذا لم يكن العقل يمتلك الكفاءة والكفاية في نفسه؟ فلماذا نحتاج إلى المرافعة عنه؟ أبي هذا لهذه الدرجة هذا العقل ضعيف حتى يحتاج محامي يرافع عنه في هذا العالم؟ العقل من المفروض هو الذي يرتب جميع المرافعات وليس بحاجة إلى مرافعة. إذن التفكير في الجذور وفي الأساسات، بمعنى أن هذا العقل العربي عقل لا أسطوري أساس بتاتا، وإنما تمت أسطرت بعض الحوادث المعزولة عن التاريخ، وهي حوادث لا تاريخية أساسا، تمت أسطرتها وإدخالها وإقحامها كنوع من أنواع التغطرس على هذا العقل، وهي ليست من جزئيات العقل ولا من مكامنه. لذلك العرب الأوائل شعروا بضرورة ترميم هذا العقل الصحراوي. العقل العربي مر بلحظتين خطيرتين في تاريخه. اللحظة الأولى وهي لحظة تصحر هذا العقل، وأنه فقط بقي على المستوى اللفظي والمعجمي، بقي يسكن المدونة اللغوية،
وهو الذي تم في القرن الأول للهجري حينما تم جمع جميع المعارف والعلوم، تم جمعها انطلاقا من لحظة البداوة هذه، وأسميها أنا في كتابي تشريح العواضل أسميها لحظة البدونة، بدونة العقل. والبدونة مانعة من الحضارة، والبدونة مانعة من العقل أن ينتقل من اللفظ إلى المفهوم، بمعنى أن هناك عواضل، أن هناك موانع لهذا العقل حتى يعبر إلى اللحظة المفهومية التي هي بداية صناعة الحضارة. متى بدأت هذه اللحظة؟ بدأت من القرن الثالث هجري حينما بدأ التعريب بعض العلوم اليونانية إلى الثقافة العربية. بقدر ما هذه اللحظة كانت مهمة، إلا أنها كانت مانعا لهذا العقل كذلك أن يتشكل، لأنها عربت بعض العلوم، خصوصا بعض الكتب عن أرسطو وعن سقراط وعن أفلاطون والفلسفة والعلوم والفيزياء بما هي مفهومات قديمة عند اليونان تم تعريبها إلى العربية، ومن ثم الزيادة عليها في ثقافتنا العربية. هنا بدأ العقل العربي يفكر بالوكالة داخل عقل آخر تغطرس عليه، تغطرست اللحظة اليونانية على اللحظة العربية أو على العقل العربي، فبدأ العقل العربي يفكر داخل جيب مختلف تماما عن النسق الأول، وتمت القطيعة بين ما هو صحراوي وبين ما هو يوناني صرفي خالص. ولقد تحدث في هذا عبد الرحمن بدوي، لديه كتاب جميل جدا أثر الفلسفة اليونانية على العقل العربي، من أجمل ما كتب في هذا الموضوع. هنا بدأت المعضلة الأولى للعقل العربي الذي بدأ يفكر في موضوعات خارجة عن العقلانية الأولى التي كانت عقلانية لغوية بحتة. ثم المرحلة الثانية وهي الثورة الفرنسية، وهي امتداد للحظة للاصطدام اليوناني بالعقل العربي، وإن كان هي لحظة واحدة، لأنهما كليهما يمثلان إمبراطورية، الإمبراطورية الأوروبية، سواء في لحظتها اليونانية أم في لحظتها الفرنسية البريطانية تمثل لحظة واحدة. هنا هذا العقل البدوي بدا لي وكأنه مفصول عن التلاحقات الزمنية التي سار فيها العقل الغربي، واستطاع أن يتطور، وبقي العقل العربي حبيس هذه المعجمية وهذه اللحظة الصحراوية التي لم يثر عليه، والتي لم يحاول أن يؤسس لمعارف جديدة. حتى أن محمد عبد الجابري يشعر في خاتمة الجزء الثاني من كتابه، لديه كتابين مهمين تكوين العقل، ولديه الكتاب الثاني بنية العقل، يشعر وكأنه أمام ثقل حضاري منعه هو كباحث وكمفكر من أن يجد كيف السبيل إلى التأسيس لعقلانية عربية جديدة. حينما يقول لنا في الخاتمة التي هي كانت أهم من الكتاب كله، خاتمة كتاب بنية العقل العربي أهم من الكتاب ككل، الذي قسم فيه الأنظمة الثقافية إلى ثلاثة أنظمة، بيان وعرفان وبرهان، ليصل في الخاتمة ويقول لنا أنه لنصل إلى التجديد في مفهوم العقل علينا أن نؤسس لمرحلة تدوين جديدة للعلوم والمعارف. ما معنى تدوين جديد؟ معنى أن نعيد جمع العلوم التي تتناسب مع زمنيتنا، ومن ثمة هذه العلوم التي هي وسائل لا غير تفكر في مفهوم العقل الذي نريده ونريد تخريجه. ليأتي جورج طرابيش يكتب رباعية أو خماسية يفكر فيها في مشروع الجابري، إلا أنه لم يفهم خاطبة الجزء الثاني من الكتاب، من كتاب بنية العقل العربي، التي هي التي تعيد صياغة المعارف وصياغة العلوم بشكلها المعاصر. إذا كانت العلوم الأولى علوم وحي، فإن علوم الإسلامية الثانية أو علوم اللحظة العربية الثانية عليها أن تكون علوم إنسان. ولو أن العلوم في الغرب هي تعيش مرحلة ثالثة، وهي علوم الأداتية وعلوم التقنية وعلوم
وعلوم الكواكب وعلوم المجرات، أو كما سماها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الحكيم علوم أن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا ولا تنفذون إلا بسلطان. يعني الناس بدأت تفكر في مرحلة من المعرفة أخرى، بدأت الآلة تكتب تاريخها على حساب تاريخ الإنسان، وكأن العقل وكأن التاريخ يعيد نفسه، في حين أن الإنسان اضطهد الآلهة واستطاع أن يسرق منها تاريخه. ها هي الآلة تحاول أن تسرق منا التاريخ وأن تبيد الإنسان بدعوى الثورة التقنية والبيو والحروب البيوتقنية. إذن علينا أن نعيد تأمل أزمة هذا العقل. هل هي أزمة في مفهمة هذا العقل وفي فلسفته، أم أن الكتب والدراسات والأبحاث التي تأسست حول هذا العقل ضيعتنا وألهتنا، جعلتنا نفكر خارج الطوق، جعلتنا نفكر خارج الوعاء الثقافي الذي ينتظم عقلنا الذي نسميه عقلا عربيا، الذي نسميه مجازا عقلنا العربي. وإن كنت أنا شخصيا لا أتفق كثيرا مع تسمية عقل عربي، لأنني أعتقد أنه يعيش بيننا من هم من الأجناس ومن الأقوام من ليسوا بعرب. فما معنى أن نختم على هذا العقل لنوصفه بأنه عربي؟ لماذا لا يكون عقلا إسلاميا مثلا، كما قال عبد الوهاب بن سيري، أو كما قال طه عبد الرحمن، أو كما قال الفيلسوف المفكر الجزائري محمد أركون؟ لأن الإسلام أوعى من اللحظة العربية، لأن داخل اللحظة الإسلامية ستجد كل الإثنيات وكل العرقيات وكل الأجناس الجنسية، ستجد نفسها داخل هذا العقل تحت رتبة الرشد الواحدة لما تم وصفه في الإسلام. وكذلك جعلناكم أمة واحدة، وإنما أرسلناه للعالمين، يعني تم إرساله لجميع الناس دون توصيف، دون إيديولوجيا، دون أن نعطي لهذا العقل سمة واصفة واحدة. ولو أن كانت اللحظة الإسلامية هي لحظة على الإطلاق، ليس المقصود بها أدلجة هذا العقل، وإنما المقصود به هو جمع الوعاء البشري وتوسيعه. ولو أن العقل في الحقيقة لا يتصف إلا بصفة العلمية، فالأصح أن نقول العقل العلمي، لأن العقل العلمي هو الذي يخرجنا من الورطات التاريخية التي خضع لها هذا العقل. لأن العقل العلمي اللا إيديولوجي هو الوحيد الذي في ممكنه أن ينقذ هذا العقل من سخب الهويات المتعددة، ومن سخب الأسماء والإحالات، ومن سخب الوسائط التي كنا نتفكرها الآن. لذلك داخل هذا السخب الذي تعيشه هذه الكينونة التي نسميها العقل، أو هذه القيمومة كما يقول أستاذنا فتح المسكيني، هذه اللحظة العقلانية التي تعيش هذه الأطياف وتعيش هذه المنازع، كيف يمكننا أن نخرج من عنق الزجاجة؟ ما هو السبيل لنخرج من حالة الشرود هذه، وهي لحظة صحراوية، حالة الشرود وحالة التيه؟ كيف يمكننا أن نخرج من هذا التيه الذي يعيشه هذا العقل الذي نفكر به داخل هذه اللغة التي نسميها اللغة العربية؟ نحن نفكر داخل هذا المنطوق شئنا أم أبينا، وحتى ولو أتقن بعضنا اللغة الإنجليزية وأتقن بعضنا اللغة الفرنسية مثلا كسكان شمال إفريقيا، بالنسبة إلينا نحن نفكر داخل فضاءات إمبراطورية، نفكر داخل فضاءات استعمارية، حتى أن أصبح هذا العقل كائن استعماري، لأنه يفكر فينا بآليات غيرنا، لأنه يفكر بنا بآليات استعمارية، ولا ندرك بأن هذا العقل بشكل لا واعي يستعبد نفسه بهذا النوع من أو هذا النمط من التفكير،
وكأننا نحن في ذاتنا نتحول إلى مستعمرين لذواتنا. إذن كيف، هل هناك وصفة كما يقول ديريدا في كتابه لا فارماسي دو بلاتون أو صيدلية أفلاطون، هل هناك وصفة، وصفة للخروج من هذه الورطة؟ هل هي وصفة مراجعات كما يحلو للأدبيات المصرية التي تفتخر كثيرا بمراجعاتها الكبرى التي قدمتها للثقافة العربية؟ هل نبقى دائما في نسق المراجعات، أم لا بد لنا من نسق مغاير نسميه نسق العقوق، أن نعق هذا العقل وأن نخرج من على أسوار المدرسة؟ لأن هذا العقل الذي نفكر به هو عقل مدرسي، لا شك، لا شك في ذلك، يشتغل داخل التعريفات والحدود، وما زال يتحدث عن اللحظات التأسيسية نفسها. هل الهروب من المدرسة والخروج إلى فضاء الصحراء مرة أخرى والهمل، الهمل بمعنى الشرود كذلك لغة، الهمل بمعنى الضياع، والهمل داخل الصحراء هو الذي سيعطينا اللحظة التي نقبض فيها على معنى هذا العقل في هذا العالم؟ هذا العقل الذي لا يعيش برمزية معينة، أصبحنا لا نفكر داخل الرموز، نحن فقدنا كل شيء، فقدنا رموزنا وفقدنا أشياء كثيرة يعتاش عليها هذا العقل. بعضنا بمعنى أن هذا العقل الذي نفكر به هو في وضع أو في حالة العقل المشطوب بلغة تفكيكية خالصة، بمعنى أنه عقل مشطوب، بمعنى أنه لا يفكر، هو صحيح عقل يتلافظ لكنه لا يفكر. متى يفكر العقل؟ كما تقول جيتاري سبيفاك، أو كما يقول إدوارد سعيد، متى يفكر العقل؟ متى يصل العقل إلى لحظة نقول أنه يفكر؟ هل معنى ذلك أن يمسك العقل قلما وورقة ويبدأ بالكتابة معنى ذلك أنه أصبح يفكر؟ نسق التكرار ونسق المعاودة هو نسق تراثي. متى يخرج العقل عن تكرار أزماته ويفكر خارج الطوق ويفكر خارج الرغبة؟ هذه الرغبة التي هي من جنس الوجدانية التي تحدثنا عنها، من جنس العاطفة، من جنس هذا الإفراز العاطفي الكبير، من جنس الشوفينية التي عشنا عليها. تجد مجلدات، مثلا تجد أستاذنا حسن حنفي يكتب من العقل إلى النقل مجلدات طويلة، ولكن هل نعثر على التفكير داخل هذه المجلدات؟ نجد مثلا حسين مروى كتب النازعات المادية في الإسلام في 5 مجلدات، هل نعثر على الفكر داخل هذه المجلدات؟ نجد طه عبد الرحمن هذا المفكر المغربي كل سلسلته من تجديد المنهج وتقويم التراث إلى الائتمانية، إلى كتابه نحو الائتمانية وحالة ترشيد التيه، يكثر في كتبنا التجميع ويقل الفكر وينحصر الفكر، الفكر الذي يعيش على الحدوث الكبرى. كيف يمكننا أن نبحث عن هذه الحدوث؟ أين نكتشفها؟ أين نكتشف هذه الحدوث؟ مثلا هذا العقل المشطوب الذي دائما يفكر داخل رمزيات الأغيار، لنتناول مثلا نبضة العلمانية، بما أننا في صالون علمانيون، واسمحوا لي أن أفكر كما يحلو لي، لا أفكر مع المجموعة، لأن التفكير مع المجموعة هو معاودة للتاريخ، وهو التفكير بالوكالة، وهو التفكير بالإعاز، وهو التفكير بالوسائط. والمفكر الحر هو الذي يفكر داخل، يفكر خارج نسق الإعاز وخارج نسق الوسيط. ما معنى العلمانية في أقصاها؟ في أقصاها ماذا تريد أن تقول؟ لديها معنيين، إما أن نعيش الحياة بمنطوق العلم، أن نعيش الحياة كما يقول العلم بعيدا عن أي تأويل تيقراطي، صح؟ 2، معنى ذلك
حينما نعيش الحياة بمنطوق العلم، معنى ذلك أننا استبعدنا أي تفسير تيوقراطي للدين، نعم أو لا، بمعنى أننا استبعدنا ما هو ديني وجلبنا ما هو علمي، بمعنى la vision scientifique du monde، يعني الرؤية العلمية للعالم. طيب هذه الرؤية العلمية للعالم ولا بد هي مهمة، ولكن حينما نأتي بها إلى عقلنا العربي ونأتي بها إلى ثقافتنا العربية، هل يمكنها أن تتجانس؟ ونحن منذ 70 سنة ونحن نتحدث عن العلمانية، لكن لا أحد طرح لماذا لم تتحقق العلمانية في الثقافة العربية؟ لأن هناك موانع، حواجز مانعة من تحقق العلمانية في ثقافتنا العربية. من أهم هذه الحواجز هو هذا العقل الفلسطيني، هذا العقل الصحراوي الذي أنتجنا داخله الثقافة أو أنتجت داخله الثقافة، أو أن هذا العقل الصحراوي أنتج الثقافة وأنتجت فيه الثقافة كما يقول الأستاذ ناصر حمد أبو سيد. والثقافة العلمانية لا يمكنها أن تعيش داخل عالم داخل هذا العالم الصحراوي، لأنها وليدة العالم الصناعي، هي وليدة النزعة الصناعية، وليدة الاستهلاك. الجينز هو شكل من أشكال العلمانية، الحياة الحديث هي شكل من أشكال العلمانية. إذن هذه الحياة المادية هي علمانية، ولكنها علمانية فوضوية، هي علمانية فوضوية وليست عقلانية، الموانع التي تتسرب في داخل الثقافة العربية هي التي تجعل هذه العلمانية منقوصة إرادة من التحقق. أهم نقطتين: هذا العالم الصحراوي الفلسطيني الذي يصحر القيم ويصحر الحياة، والذي لم نمتد أو لم نجعله يتمدد أكثر أو نذهب به إلى منتهى لنرى إفرازات، هذا العقل أو لنرى إفرازات هذه الثقافة. رأينا امتداداتها لكن لم نرى إفرازاتها، وكأننا أوقفنا تنامي هذا العقل داخل اللحظة الثانية حينما اصطدمت الثقافة العربية بالثقافة اليونانية. اثنين: المجتمع الصناعي. نحن مجتمعات استهلاكية وليست مجتمعات صناعية، وبالتالي لا نفهم من العلمانية شيء، ولا يمكن للعلمانية أن تتمدد داخل ثقافتنا العربية إلا بأن نؤسس لمجتمعات إنتاجية، لمجتمعات تعيش الدورة الإنتاجية كاملة من المصنع إلى العامل إلى لابد أن تعيش دورة كما يقول ماركس، دورة الإنتاج كلها، ولا تحصل هناك قواطع أو عواضل أو موانع تمنع عنا هذا التنامي لهذا العقل العلماني أو لهذه الثقافة العلمانية. لذلك الغرب يعيش العلمانية بهدوء ونحن نعيشها بالصراعات. لماذا؟ لأننا لم ننتج العلمانية، لأننا نعيشها بالوكالة ولا نعيشها ثقافيا. لذلك دائما ما تتصادم في ثقافتنا العربية الثقافات التي تم تبنيها بالوساطة، كما قلت في المرحلة الأولى أو في أول المحاضرة، الثقافات التي تم تبنيها بالوساطة أو بالإنابة أو بالوكالة، وتعيش على سطح هذه الثقافة. يتم الاصطدام بين الشيخ الممثل للقيم الدينية واللاهوتية وهو وسيط ثقافي، والعلماني صاحب الكرافات الذي يضع يلبس بدلة ويضع كرافات إحالة أنه متحضر وأنه كذا وأنه يريد أن يبشر الناس بشيء جديد، وهو كذلك يفكر بالوكالة وبالوساطة، بمعنى أننا لم نستطع أن ننتقل من فكرة الوسيط إلى بنية الرمز، بنية الرموز، نفكر بالرموز. الرموز هي ما يبقي على حيائنا في هذا العالم، الرموز وحدها التي تحمينا من حالة الاضطراب، من حالة التشويش، من حالة الذوبان، من حالة الانسلاخ، من حالة
هام من حالة الشر المحض كما يسميها هذا الفيلسوف مطاع الصفدي، من أن نصبح جزء من هذا العالم الذي هو عبارة عن شر محض، يعني انهيار القيم، انهيار الأخلاق، انهيار لكل شيء، بروز لما هو مادي، تغول ما هو مادي، تغول ما هو سلعي، تغول السوق كما قال فرانسيس بيكون، تغول السوق على كل القيم وعلى كل على كل ما يمكن أن يصنع ثقافة الإنسان العربي أو الذي ينتمي بشيء ينتمي بمعنى من المعاني إلى ما نسميه ثقافة عربية. إذن هذه الأزمة، أزمة الوسائط، هي أزمة ممتدة، هذه الأزمة التي يعيشها الخطاب الديني، والخطاب الديني بالعادة يعيش على الصور المبعثرة، يعيش على صور مبعثرة ولا يعيش على رمزية صلبة في التاريخ. هذا النوع من العقلانية، قلنا بأنها عقلانية شاردة، عقلانية ظهرانية، خاصة ما يعيشه الإنسان في عالمنا الحاضر، يعيش شرودا يعني فظيع. ونحن هنا لسنا، لا يجب أن نلعب دور المرشد لهذا الشرود. الشرود مهم ثقافيا، الشرود مهم ثقافيا، الضياع في هذا في العالم مهم، لأنه سيجعل الإنسان يجد في نهاية المآل أو يتفكر في نهاية المآل وضعه الثقافي، ويتأمل ويتفكر منابته الثقافية، ومن ثم يعيد بناء المنابت من جديد، يعيد بناء المنابت من خلال وضعية تدوينية جديدة لوضعه في هذا العالم الجديد. وثانيا ثالثا ما سميناه بالعقل المشطوب، نحن نعيش عقلا مشطوبا، لا يفكر، لا ينتج الفكر، لأننا نفكر بالوكالة، نفكر بعقول الأغيار، استلفنا عقولا من عند اليابانيين، من عند الفرنسيين، من عند الإنجليز، ونفكر بعقولهم، ولكن الألسنة هي ألسنتنا بالطبع، الألسنة هي ألسنتنا، أو التفكير بالوكالة، بمعنى بشكل ما أننا لم ندخل إلى وضعية بناء الرمز. الرمز كما قالت إيفان تودوروف في كتابه الرمز والرمزية، الرمز هو ما يحوي، هو ما يحمي وجود الإنسان. بناء الرمز هو الذي يحقق لحظة الطمأنينة الوحيدة في العالم. لا يمكن للسلعة أن تتحول إلى رمز أبدا، لا يمكن للثقافة الاستهلاكية أن تتحول إلى رمز أبدا. الثقافة الاستهلاكية كما قول كالفيلسوف الفرنسي الذي كتب كتاب حول أوديب والرأسمالية، فيليكس جاتاري، الذي كتب مع الذي كتب ما هي الفلسفة مع جيل دولوز، هذا الفيلسوف الكبير، كتب فيليكس جاتاري كتاب اسمه ما بعد أوديب والرأسمالية. حالة الاستهلاك في الثقافات لا تنمي الرمز أبدا، وإنما تفرز الرغبة وتنمي أشكال الرغبة. الرغبة لا تهدأ، الرغبة لا حدود لها، الرغبة تتحول إلى شهوة، والشهوة تتحول إلى إنتاج رغبة جديدة، وهكذا يصبح هذا العالم منتج من الرغبات الشاردة في العالم، هذه الرغبات التي لا أصل لها، التي لا أصل لها إلا السلعة. سيتحول الإنسان مع الوقت إلى سلعة يباع ويشترى، لذلك لم يبقى معنى للإنسان كما قال صاحب كتاب موت الإنسان روجي جارودي، لديه كتاب موت الإنسان، لم يبقى هناك مفهوم للإنسان، ما الإنسان الذي نقصده؟ لأن الإنسان في الحقيقة تم تجزئته وتم تفكيكه وتم تقطيعه وتم سلخه عن معناه في هذا العالم، أصبحت الآلة هي التي تفكر بدل الإنسان. لا يستطيع الإنسان أن يستقر ساعة واحدة دون كهرباء أو دون موبايل أو دون تلفزيون، أو دخلنا في هذا النوع كما يقول ماكس فيبير في هذا العالم المادي الاستهلاكي، بمعنى أنه لنفكر ولنؤسس فكرا
تدقيقيا في وضعنا العربي علينا أن نعيد إلى الجذور مرة أخرى. ليس من قبيل العودة الفارغة، وإنما لنفكر داخل صندوقنا الأصلي، وليس إلى الصناديق التي تم التفكير فيها. علينا أن نخرج من تلك المربعات السيميائية، مربع الجابري وطه عبد الرحمن وطه حسين. ربما حينما أقول الخروج من مربع طه حسين في مصر سوف يغضب الغاضبون، أن طه حسين عالم كبير في مصر، ولكن مع حبنا لطه حسين إلا أن طه حسين كان جبلا في الثقافة والفكر، وأنتج في زمنه واستطاع أن يكتب كتابا عظيما في زمنه، ليس في الشعر الجاهلي، وإنما أعظم ما كتبه طه حسين وهو مستقبل الثقافة في مصر. وأعظم من هذا الكتاب الذي تم التنبيه عليه وتم الإشارة أنه هو كتاب يكاد يكون بسيط، ينتمي إلى الأدبيات المعروفة، وإنما كتاب مستقبل الثقافة في مصر الذي وضع فيه طه حسين خارطة الطريق لكيف يتم بناء الشعوب، وكيف يتم بناء الرمزيات داخل العقل العام، داخل العقل الجمعي لشعب من الشعوب. لذلك أنا دوما ما أقول لأصدقائي في الجزائر، خصوصا كان لي نقاش على صفحات جريدة كبيرة في الجزائر اسمها جريدة الخبر حول الرمز في الفن. الرمز في الفن، الفن هو الحالة الوحيدة التي لا يمكن أن تتسلل إليها الرأسمالية إلا أن يصبح الفن هو منتج للرأسمالية. يعني واحد في 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 في, في, في الرسم مثلا يرسم حالة شعورية أو ينحت، أو الناحت والرسم وهما موضوعان غير رأسماليان، يعني هما الحالة الوحيدة التي بقي يحافظ على إنسانية الإنسان. الفن هو الحالة الوحيدة التي تحافظ على الإنسان، لكن متى يصبح الفن مساعدا للرأسمالية ومساعدا للإمبريالية؟ حينما يتم توظيف الفن كنوع من أنواع الاستهلاك، أو حينما يصبح الفن في حد ذاته تعويما لثقافة الاستهلاك. مثلا حينما تنتج مسرحية أو ينتج فيلم وتتم فيه إهانة الرموز الوطنية، ماذا يبقى للشخص؟ ماذا تبقى للأمة حينما تهان الرموز الوطنية؟ الرمز الوطني هو ما يحفظ هذا السقف من أن يسقط علينا. حينما تسقط الرموز لا يبقى لنا معنى في هذا العالم. الحزم الوحيد الذي لم يسقط إلى الآن هي هذه الرموز التي تصنع ثقافتنا. ما معنى الرمز؟ الرمز هو البنية التي تجعلنا جميعا نشعر أننا واحد، تجعلني أنا أحبك وأنت تحب الآخر، وأن نحب بعضنا وأن نشعر بأننا ننتمي إلى وعاء واحد. لأن ما يمنع عنا الاغتصاب الدهراني هو هذا الشعور الذي يجعلنا ننتمي إلى ثقافة واحدة، وننتمي إلى رمزية واحدة، وأننا ننتمي إلى ثقافة يمكنها أن تبني شيء في المستقبل، أن نضع ثقتنا في هذه الرمزية لأن تبني شيئا ما في المستقبل، وأن تنقذنا من حالة الشرود. لأن حالة الشرود هذه إذا عمت سينهار كل شيء معها. حينما تنهار الثقافة سينهار الاجتماعي وينهار الاقتصادي وينهار كل شيء. لذلك بقيت هذه الرموز هي ما نتعلق بها. إحنا عندنا في الجزائر مثلا هذه الرمزية في الأبطال الوطنيين الذين صنعوا ثورتنا. مثلا أنا كتبت هذه المقالات حينما شاهدت مسرحية تم التصوير في هذه المسرحية، تم التصوير مرأة من الهامش لنقول مومس مثلا، تم تصويرها بأنها بطلا قوميا أو ساهمت في البطولة الوطنية. بالنسبة لي هذا سقوط مسف في الاستهلاك، بل هو ما يبرر هذا العقل الرأسمالي، بل هذا النوع من التصوير للشخصية
هو سقوط في الكولونيالية الجديدة وسقوط في الاستعمار الجديد، وهو ما ينتج صورة جديدة عن البطولة التي ألفناها في التاريخ. البطولة التي ألفناها في التاريخ هي البطولة التي تصنع لنا شخصيات مكتملة القدرة ومكتملة الكفاءة، لأنه إذا تم تشويه البطولة لا معنى للحاضر. ما يقيمنا داخل هذه الثقافة هي هذه البطولة. لذلك دائما ما أقول لطلبتي في الجامعات، إياكم أن تحتقروا السرديات، السرديات الكبرى، وخصوصا السرديات التي تعيش عليها المخيلة. محمد أركون لديه مصطلح جميل جدا في كتبه، يسميها المخيال، صناعة المخيال. الرمز يعتاش على صناعة جمعية للمخيال. شفتوا الحكايات الشعبية التي تحكيها الجدة ونحن صغار؟ تلك السرديات تنعش المخيال. عن جدك، عن جدك الأول حينما كان بطلا وقاوم الإنجليز وكذا، تلك الرمزية البسيطة التي ربما أنت لا تلقي لها بالا، لكنها تعيش في لاوعيك وتفرخ فيك نوعا من اقتدار الشخصية، نوعا من أنواع حماية نفسك من الضياع في لا شيء، حينما تشعر أنت بعدم جدوى هذا العالم، يمكنك أن تذهب في كل الاتجاهات، ستصبح مخترقا من كل الجهات. بمعنى أنه من دون سرديات ستصبح شخصيتنا الثقافية العربية شخصية مخترقة من كل الجهات ومن كل التصورات. إذن الرمز بدل الصنمية. الصنمية تؤسس لثقافة الاستهلاك، الصنمية تؤسس لثقافة البشاعة، الصنمية تجعلنا نفكر بالوكالة، لأنه مجرد الاحتفاء بالصنم أنت يمكنك أن تصدق أي صنم يأتيك في التاريخ. أما الرمز فيتصف بالصدق وبالصرامة وبالوحدة. الرمز لا يمكنه أن يكذب، الرمز له سردياته التي لا يمكنها أن تكذب، والرمز يمكن أن يتنامى من الثقافات الشعبية ويتناسل من تلك الثقافات الشعبية التي لا تكذب أبدا. يمكن أن تضيف وتحذف لكنها لا تكذب. لحظة الصدق الوحيدة هي السرديات الشعبية التي نعيش عليها جميعا، مثل السردية التي تحكيها الجدات في شمال إفريقيا عن الهلال، عن هجرة الهلاليين، عن زيد الهلالي، ويحكيها هنا في صعيد مصر. لدينا تقاطع قوي في تلك السرديات، لذلك نشعر بأننا ننتمي إلى هذا الفضاء. بدل أن ننتمي إلى فضاء ما وراء البحر، نحن ننتمي إلى هذا الفضاء الصحراوي الطويل الذي يمتد عبر هذه الجغرافيا، وبالتالي نتجاوز كل ما تم بناؤه عن طريق الصنميات الكولونيا. لأنه لم يعد هناك شيء اسمه نادي الإنسانية بعد الخذلان الرهيب الذي تعرضت له هذه الإنسانية في الآونة الأخيرة. كل أصبح يفكر داخل قومه، وكل يعرف قومه وينطق ويفكر داخل تلك المحلية الضيقة. التفكير الثقافي هو إقليمي بامتياز، لا يمكن للثقافة أن تعيش داخل هذه الكونية. ما كان يبشرنا به كانت المواطن الكوكبي، لقد أفل ما كل هذه الفلسفات سقطت في الآونة الأخيرة، لم يبقى شيء لم ينكشف. لقد بانت عورات هذه الكوكبية وهذه الإنسانوية التي بشرنا بها هؤلاء الفلاسفة كانت وديكارت و
وهي وحتى هذا الفيلسوف الألماني الذي كتب تيوري دو لاجير كومونيكاسيونيل هابرماس هذا الذي سقط في الآونة الأخيرة وبان أين يفكر وإلى من ينتمي. فعلينا أن نحرص ثقافتنا بهذه الرمزيات وأن نحفظها وأن نتعهدها بهذه الرمزية لأنها هي ما يحفظ لها ماء وجهها ويحفظ لها في الحقيقة يحفظ لها طمأنينتها وسكينتها. وأنا أوافق طه عبد الرحمن كثيرا في مصطلح مهم جدا هو حينما يقول كيف نشعر بالائتمانية، كيف نشعر بأننا مؤتمنون يعني ونعيش حالة الطمأنينة، كيف نعيش حالة الطمأنينة. وحتى الفلاسفة الغربيين أنفسهم الآن يوجهون نقدا لاذعا لهذا التيار الكلبي المادي الذي هو الآن في الغرب والذي هيمن على الثقافة العالمية 100 سنة الأخيرة، خصوصا هذا زيغموند باومن وأنتم تعرفونه، هذا فيلسوف مهم وعظيم جدا، يعني قدم كيف يمكن للرمز وكيف يمكن لبناء الرموز أن يحمي العالم من حال أن يحمينا من حالة فراغ، أن يحمينا من حالة الخواء، أن يحمينا من حالة الاستهلاك الكلي، أن يحمينا من حالة الذوبان، وأن نعود إلى الجذور. هي ما يفكرنا بأن هناك رموز تعيش داخلنا وأن هناك رموز تحمينا وأن هناك رموز دائما ما تدعونا إليها. ولكن نتيجة هذا التغول لثقافة الاستهلاك ونتيجة هذه الهجمة الرأسمالية، هذه الهجمة الليبرالية على المجتمعات الهامشية، على المجتمعات ما بعد الاستعمار، المجتمعات الوطنية إن صح التعبير كما يسميها فلاسفة التابع، هؤلاء الفلاسفة الهنود الذين كانوا يدرسون عند إدوارد سعيد أسسوا لمدرسة أو لتوجه في أمريكا أسموه دراسات التابع سوبالتيرن بارل، وهم من أهم الفلاسفة في جامعة كولومبيا والذين بدأوا الآن يعني منذ حوالي 40 أو 30 سنة ينتقدون هذه الصنمية التي تعتاش عليها أمريكا وتعتاش عليها أوروبا ويعيدون إحياء الرموز الهندية في ثقافتهم الهندية البسيطة، ولكن أين؟ داخل المؤسسة الأكاديمية الأمريكية. وليس سهل أن يفكر هندي أن يفكر هندي أو يفكر عربي داخل المؤسسة الأكاديمية الغربية. حتى أن حميد دباشي كتب كتابا هل ما زال الأوروبيون يفكرون، لأن جميع الفلسفات المعاصرة الآن هي ما تسمى فلسفات الهامش، فلسفات الهامش التي بدأت تنتقد بشدة صنمية الأسماء وصنمية القبيلة التي يعتاش عليها وصنمية السوق التي يعتاش عليها الفيلسوف الغربي إن صح التعبير. فأنا دائما ما أفكر في مسألة الرمز بحذر شديد، وأعتقد أننا الآن في مجتمعاتنا العربية لم نعد نحتمي برموزنا بما يكفي، وأصبحت تتغولنا ثقافات من الشمال ومن الجنوب وتستلبنا الرياح من كل جانب دون ما تفكير ودون ما تمحيص. وقد قال مرة الشاعر الهندي والفيلسوف الهندي الكبير طاغور أقبل الريح أن تدخل بيتي شرط أن لا تقتلع سقفه، أقبل الريح أن تدخل بيتي شرط أن لا تقتلع سقفه. لذلك حماية الرمز هي حماية للعقل وهي حماية لهذا العقل الذي لا نعلم إلى أين يذهب، لا نعلم ما هي النتائج التي سترتب عليها بعد هذه الدهرانية التي عشناها أكثر من 70 سنة. من السؤال الذي طرحه فرح أنطون إلى الآن لا نعلم إلى هذا العقل إلى أين يمضي وإلى أين يأخذنا، فلا نملك
كمفكرين في هذا الحقل وفي هذا المجال إلا أن ننبه هذا العقل أن يتمسك برموزه مخافة أن نعيش دهرانية جديدة، وخصوصا أننا خرجنا من الدهرانية الأوروبية ودخلنا في الدهرانية الأمريكية، والآن نحن داخلون في الدهرانية الكونفوشيوسية. ولا أعلم النموذج الدهراني الجديد الذي سنلجه كل مرة، لأننا جزء من ثقافة الصنمية، دوما ما نصفق لصنم جديد. صفقنا للأوروبي ثم للأمريكي، وها نحن بدأنا نصفق للصيني، ونتناسى تماما أننا ننتمي إلى ثقافة مخالفة في المرجع ومخالفة في الأصل، وعلينا أن ننحت داخل هذه الثقافة وأن نفكر داخل هذه الثقافة وأن نخرج هذه الثقافة من اللحظة الصحراوية إلى لحظة المدينة إلى اللحظة المدنية، من أجل أن نصبح نحن كذلك صنما في هذا العالم تحتفي به الجنسيات وتحتفي به الشعوب الأخرى. فإذن هذا ما أردت أن أقوله في هذه المحاضرة. الضاحكون على هبل وهم الضاحكون على الأصنام، ولكن الأصنام جعلتنا نعيش هذه الدهرانية ونعيش هذا الشرود على مدار 100 سنة بأكملها دون أن نتفكر لحظات الشرود. فهل يصح أن نفكر داخل لحظة الشرود؟ وهل يبقى لنا عقل في لحظة الشرود؟ وهل يبقى الفكر صالح داخل لحظة التيه؟ داخل لحظة التيه هل يبقى هناك فكر وهل يبقى هناك عقل؟ هذا ما أردت أن أقوله في الإضافة الثانية، العقل إلى أين؟ شكرا جزيلا. أحب أن أشكر دكتور اليمين بن تومي أستاذ تحليل الخطاب والنظرية النقدية في جامعة باتنا في الجزائر على الطرح الرائع اللي قدمه، ولكن قبل فتح باب الأسئلة عندي بعض الأسئلة. استبدلنا قيمنا ومبادئنا الأساسية،
رقم ثلاثة، حضرتك بتقول إن العقل بتاعنا عقل صحراوي، ولكن في الحقيقة لا، إحنا مش عقول صحراوية. العقول الصحراوية كانت موجودة فقط في شبه الجزيرة العربية، بدليل إن إحنا كان عندنا من ضمن العالم العربي دول كتير زي العراق أو الشام الكبير، قام فيها الحضارة الشريانية والحضارة الأشورية، وقام عندي الحضارة الكنعانية، عندي دولة زي مصر كان عندي حضارة عريقة وهي الأقدم في التاريخ، الحضارة الفرعونية، عندي في شمال أفريقيا وفي المغرب العربي وخاصة الجزائر حضارة نوميديا. فلا، إحنا مش عقول صحراوية، بالعكس إحنا عرفنا المدن وعرفنا الزراعة قبل باقي دول العالم بكثير. فلماذا تأخرنا؟ نحن لم نكن عقول صحراوية، ولكن الآن نحن قولبنا ووضعنا في إطار العقول الصحراوية تبعا لأننا اتخذنا ثقافة جديدة وهي ثقافة شبه الجزيرة العربية لمجرد الاشتراك معهم في نفس الدين. وعشان ما كنتش طولت على حضرتك، أولا أشكر صديق محمد طارق على هذه الأسئلة المتنوعة. أولا لا يشترط في المحاضر أن يجيب عن الأسئلة، لأن الإجابة في حد ذاتها تحوله إلى شيخ. وفي الحقيقة المسؤول ليس أعلم بالسائل، ولكنه حوار. أولا يا صديق الفاضل، فرنسا حينما احتلت الجزائر كانت استعمارا مكتملا، وكانت دولة صناعية. الصناعية هي التي أدت إلى فرنسا أن تفرض سيطرتها على الجزائر. لم تكن فرنسا كما تتصور، بمعنى أن القرن 18 و19 أو القرن 19 بشكل عام هو القرن الذي تطورت فيه فرنسا إلى درجة أن أصبح فيها مصانع. الدول الكولونيالية عادة أو الاستعمارية التي انتشرت في إفريقيا وانتشرت في الهند وفي في أصقاع العالم هي دول صناعية بامتياز، بمعنى أن رحلة الاستعمار صاحبت رحلة الصناعة، لأن الاستكشاف، شوف هناك مفكر تونسي فرنسي تونسي عنده كتاب اسمه صور المستعمر، بورتري دو كولونيزاتور. الاستعمار ثلاثة أشكال، هناك استعمار العلمي أو المعرفي، أو أن الاستكشاف هو بداية استعمار ويسمى الاحتلال. اللحظة الثانية هي لحظة الاستعمار، كيف تحول طاقات الدولة المستعمرة في فائدة المحتل. اللحظة الاستدمارية وهي اللحظة الثالثة، حينما يصبح هذا الاستعمار استعمارا ثقافيا، يتحول من كونه علمي ثم اقتصادي ثم تدميري، يدمر الهوية، هوية الشعوب التي يذهب إليها. هناك واحد من كبار المفكرين في الدراسات الكولونيالية لا ثانية له، يأخذ منه جميع فلاسفة الاستعمار، وهو فيلسوف مارتينيكي، عاش في حي كل حياته عاش في الجزائر، حتى أننا نسميه فيلسوف جزائري، واسمه فرانس فانون. فرانس فانون، وفرانس فانون لديه مجموعة من الكتب التي تدرس علاقة ما هو اقتصادي بما هو استعماري. هذا الاستعمار حينما خرج إلى العالم اكتشف علم الجغرافيا، أو صنع علم الجغرافيا، أو ابتكر علم الجغرافيا، ثم اكتشف الأسلحة، ثم استطاع عن طريق تلك المصانع التي كانت موجودة في باريس وكانت موجودة في فرنسا بشكل عام، لم تكتفي تلك المصانع، لم تكفي حاجة الشعب، فخرجت فرنسا إلى غيرها من الدول لتحقق الرفاه إلى شعبها. ولكن كانت لحظة النهضة موجودة، ولحظة المؤسسات الصناعية الكبرى موجودة.
واحد من كبار الفلاسفة الذين يعطون كالأصول الاقتصادية للرأسمالية هو ماكس فيبر. لديه كتابين، الكتاب الأول اسمه أخلاق البروتستانتية. أولا لا يوجد شيء اسمه آخر إقطاعي بقتل آخر الدين. أوروبا لم تعدم رجل الدين إطلاقا تقل. لو كان ذلك كذلك لما رأينا الآن كنائس لكانت هدمت جميع الكنائس. أتعرف يا صديقي ماذا يقول ماكس فيبر؟ جاءت الرأسمالية لتحمي الكنيسة. كيف تحمي الكنيسة؟ بعزلها عن العالم. كانت الكنيسة هي التي تصنع عالم الأوروبي، وجاءت الرأسمالية استبعدت الكنيسة عن هذا العالم. فقد لسنا مثل العقلية، ليست مثل عقليتنا إحنا حينما نريد أن نستبعد شيئا نخربه، كما يقول ابن خلدون الخراب يسارع على أيدينا، يحطمون كل شيء. استبعدوا الكنيسة، لكن أعطيني كنيسة واحدة تم هدمها في أوروبا، لا يوجد هذا. وبالتالي حتى داخل العقل الغربي، التاريخ الغربي هذا، أو الفلاسفة والمفكرين الذين كتبوا تاريخهم، كتبوا تاريخا يرتبط بعنجهية الأوروبي في العالم، وكتبوا تاريخا فيه كثير من تزوير الحقائق. ليس صحيحا أنه تم استبعاد، بل ماكس فيبر يعطيك في كتابه أخلاق البروتستانتية كيف ساهمت البروتستانتية عن طريق ثنائية التقشف في صناعة الرأسمالية، لأن الرأسمالية هي فلسفة التقشف. كيف تستطيع أنت من بضع فلوس أن تصنع الثراء؟ كيف تتقشف لتصنع الثراء؟ ويعطيك أن الأخلاق الدينية البروتستانتية هي الأساس الفعلي للرأسمالية. حينما تقرأ واحد مثل ماكس فيبر يعيد بناء عقلك ويعيد بناء ذهنك في فهم المسألة الدينية في أوروبا برمتها. الآن لو كان الشيء الذي تقوله صحيح لكنا نرى كل الأوروبيين ملاحدة، لكن ما زالت ما أجراس الكنائس تدق. بل في أوروبا الآن هناك عودة كبيرة للدين، وهناك، وأنا أسافر كل عام مرتين أو ثلاثة إلى باريس وأفهم هذا الشيء وأعرف، وأذهب إلى جامعاتهم وأنخرط مع طلبتهم وأعرف ماذا يحصل هناك. ليس صحيحا بالمرة. نحن عندنا كليشيهات، كليشيهات. أعطيك مثال بسيط أخي، في احتلال فرنسا للجزائر، هذه فرنسا العلمانية، لو كانت علمانية قادتها في مذكراتهم يقولون في الحقيقة إحنا جئنا إلى الجزائر من أجل أن نشر المسيحية. كل قادتهم على الإطلاق هؤلاء الذين تعتقد أنهم منتوج علماني، لكنهم في لحظة ما يتحولون إلى ناطقين باسم المسيحية الكاثوليكية، لأن الفرنسيين كاثوليك. إذن ليس صحيحا بالمرة أن العلمانية تعيش خارج المجتمع الصناعي أو الاستهلاكي. العلمانية الشاملة شيء، والعلمانية الجزئية شيء آخر تماما. فلي يمكن للعلمانية أن تنتشر إلا داخل هذا العقل الوسائلي، إلا داخل هذا المجتمع الصناعي. لو كان، لماذا أوروبا في العصر الوسيط لم تكن علمانية؟ ليس بدعوة تغول الكنيسة، كانت هناك أفكار تطرح من قبل فلاسفة ومفكرين لكن ما كانت تطرحه الساحة الفكرية والثقافية غير ما تم طرحه في القرن الثامن عشر والتاسع عشر. هذه مسألة. المسألة الثانية، وأنا سأخالفك، أنا أمازيغي، أنتمي إلى الثقافة الأمازيغية، لكن شرفي ليس في الأمازيغية، أنتمي إلى ثقافة الأمازيغية وأعشقها وأمثلها، لكنني
أنا أضيف إلى أمة فيها 1.3 مليار، وهذا شرفي وهذا فخري، لأن داخل الأمازيغية لا يمكن أن أصنع العالم 20,000 إنسان، يمكنني أن أصنع العالم مع 1.3 مليار شخص، يمكنني أن أصنع العالم مع 240 أو كم عربي 400 مليون، لكنني لا يمكن أن أصنع العالم بزوج ملايين. هم يتوحدون ونحن نتفرق، وهذه أحد الأسلحة التي يستخدمها العقل الاستشراقي ويستخدمها العقل الكولونيالي حينما يغازلنا بحضاراتنا القديمة. أنا سأعطيك عن الجزائر الآن التي يمكن أنت لا تعرفها، وأصدقائي ربما في مصر لا يعرفون كثير الجزائر. نحن نعرف عنكم أشياء كثيرة، نحن قرأناكم ليس فقط من تحصيل، قرأنا التراث المصري من أول من لحظة الفراعنة، من لأننا نعتقد أن شيشناق أمازيغي تم تساقبه مع الحضارة الفرعونية، هذا على الأقل ربما لا أعرف كثيرا في المنحوتات. ومعز الدين الله الفاطمي يقال أنه من الجزائر، يقال ومن البلدة التي أو قريب من البلدة التي جئت منها. عموما هذا ليس فخر كبير وإنما هو شرف في التاريخ. حينما نفكر في لحظة الانتماء أو لحظة الإقليمية، مهم أن تفكر داخل اللحظة المصرية، لكن العالم الآن لم يعد يضغط كثيرا على المحليات، أصبح يضغط على التكتلات الكبيرة. التكتل الكبير ليس معناه أن تنسى نفسك، يعني أنت حينما تتكتل مع ثقافة 400 مليون، لا يعني هذا أبدا، ولم يقل لك أحد يجب أن تنسى بأنك تنتمي إلى هذه الثقافة الفرعونية، بل بالعكس هذه الثقافة الفرعونية هي أحد ملامح الثقافة العربية، وهي إضافة إلى هذه الثقافة بكل مكوناتها. وهذه أن أكون أنا أنتمي إلى الثقافة الأمازيغية وأفخر بها، أفخر بانتمائي إليها، لكن هذا لا يمنعني أن أكون جزء من ثقافة كبيرة وأشعر أنني أنتمي إلى هذه البنية الرمزية الكبيرة التي تحميني من القصور الذاتي لأنفتح على سعة الجماعة. ثم ليس صحيحا أنه هذه الإثنيات الصغيرة تم سرقتها عربيا أو سرقتها داخل اللحظة العربية، هذا تفكير سيء وليس التفكير معتدل، لأن الفرنسيين كلهم ينتمون إلى الجمهورية الفرنسية، ولكن ثقافة الشمال زي وثقافة الجنوب زي، وحينما تحاورهم يقول لك أنا يا أنتمي إلى الجنوب ورطانته اللغوية جنوبية، وفي الشمال رطانته شمالية ولديهم عادات وتقاليد، يقول لك لكن الذي يجمعنا سليطة الدولة، كما يقول هيجل الدولة هي التي تجمع الأطياف تحت قبة واحدة. هذا الذي يجب أن نفهمه جيدا. ثم الصحراء ليست الحجاز وليست نجد، من علمك هذا؟ الصحراء ليست هي السعودية، الصحراء هناك الصحراء الرملية وهناك الصحراء الجبلية وهناك الصحراء الصخرية، ونحن ننتمي إلى هذا الفضاء من موريتانيا إلى أواسط آسيا، كلها تمثل هذه الصحراء الممتدة فينا. الحجاز صحيح أنه تأسست فيه الثقافة الصحراوية الرملية في جانبها الرملي، والأستاذ شوقي ضيف رحمه الله في كتابه في الشعر الجاهلي أو حول الأدب الجاهلي يميز بشكل لطيف جدا الفروقات بين الصحراء الرملية والجبلية والصخرية، ويحاول أن يجمع نقاط الالتقاء فيها. فكلمة الصحراء ليست فقط هي هذه المدلول، هذا المدلول الذي ذكرته،
وإنما الصحراء بما تفيده دائما في المكان اليونان على سعتها، ولكن جبل أولمبوس هو المركز. أوروبا على سعتها ولكن الألمان هم المركز. أمريكا على سعتها ولكن نيويورك هي المركز. دائما الثقافات تصنع لها مركزا ليلتف حولها، كما هو هذا العالم، كل الكواكب تدور حول مركز هو الشمس. لا يجب أن نتنصل من هذه الأمور. لذلك حينما نتحدث عن الصحراء ونتحدث عن اللحظة القرشية باعتبارها فعلا مركزيا في التاريخ، لا يعني أبدا أن نتنصل من ثقافتنا المحلية أبدا. نحن ننتمي إلى هوية صغرى اللي هي ثقافاتنا الإقليمية أو المحلية، اللي هي الأمازيغية والفرعونية والإندونيسية والماليزية كما يقول أستاذنا مالك بن نبي، أو كما يقول أستاذنا محمد أركون. كيف للماليزي الذي يعيش في أطراف العالم أن يشعر معي أنا الجزائري الذي يعيش في أطراف العالم أننا ننتمي إلى أمة واحدة وإلى ثقافة واحدة؟ هل يمكن أن أقنع الماليزي بهذا أو أقنع نفسي أنا بهذا؟ أنا سافرت إلى ماليزيا لم أجد ما يربطني بهم شيء إلا هذا الامتداد، القبلة. القبلة قد تحاول ثقافتنا المحلية أن تتغول على الثقافة المتعالية. الأوروبيون حينما أرادوا أن يكتبوا تاريخ كتبوه من نظرتين، هناك النظرة المتعالية للتاريخ اللي هي التاريخ الأوروبي، تجد واحد مثل برتراند راسل يكتب كتاب اسمه حكمة الغرب، لم يذكر فرنسا أو بريطانيا أو ألمانيا، الغرب كغرب كله. وتجد فيلسوف مثل أحد الفلاسفة الفرنسيين يكتب فرنسا، تاريخ فرنسا. أحدهم يكتب تاريخا متعاليا يريد أن يجمع الغرب أكل تحت لحمة واحدة لأنه عنده أهداف. واحد يتحدث عن شعب بسيط داخل حدود جغرافية معينة وحدود إقليمية معينة، لكن هذا لا يعني أن هذا أهم من هذا أو هذا أهم من هذا. الكتابة من أعلى مهمة والكتابة من أسفل مهمة. ما تتحدث عنه أنت الآن هو الكتابة من الأسفل، أن تتحدث أنت عن همومك وعن انشغالاتك المصرية، هذا نسميه كتابة التاريخ من الأسفل. أما ما يجمعني أنا بك ويجمعنا بماليزي وبالأندونيسي هو الكتابة من الأعلى. هذه لا تتنافى مع هذه، بل هذه تقوي وتعضد وتقوي الآخر، لأننا في هذا العالم نحتاج إلى أصدقاء، لا نحتاج إلى صناعة الأعداء، نحتاج إلى أن نجمع الشعوب تحت مظلة الصداقة ومظلة الأخوة ومظلة التعارف. إنما جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، والمعرفة والتعارف أهم من الصدام وأهم من العنف. وبالتالي خط الجنوب، خط جاكرتا، خط جاكرتا هذا خط الجنوب يسميه مالك بن نبيل خط الجنوب، هذا خط الجنوب هو خط الاجتماع والتآلف والمحبة، هو خط قلبي، خط جمع فيه هذه الكتلة البشرية على في القلب، تجتمع على المحبة واحدة وعلى مشترك إنساني واحد، مع وجود فوارق رهيبة بيني وبين الفرنسي مثلا. فرنسا احتلتنا، احنا الجزائر احتلتنا 132 سنة، وعندنا عائلات كانوا جيراننا، بل هناك تزاوج بين جزائريين وفرنسيين، لكن لم نشعر أبدا أننا فرنسيين. كنا دائما نشعر أننا ننتمي إلى ثقافة أمازيغية قوية ومتجذرة في الأرض، ولكن ننتمي إلى مشترك واحد هي هذه الثقافة العربية التي نشعر أننا جزء منها. لذلك علينا أن نشعر بهذا الانتماء الكبير،
الذي يشعرنا بالطمأنينة والسكينة. لا يجب أن ننسى هذه الرمزية، رمزية مهمة جدا، وهي التي تحمينا من حالة الفراغ وتحمينا من حالة الاندثار. يمكنك أن تدوم في التاريخ حينما تجد من يصاحبك ويزاملك. أنت لا تستطيع أن تعيش وحدك، عليك أن تحب امرأة أو أنت تعيش معها، على الرغم من أنكما تختلفان في الشكل وفي العقل، أنت ذكر وهي أنثى، ولكن تجد مشترك معها، تتقاطع معها في الأفكار وتتقاطع معها جسديا من أجل أن تنتج حياة أخرى. وهذا ما يجعل علاقات الالتقاء بين التاريخ المتعالي أو التاريخ من أعلى والتاريخ من أسفل يمثل علاقة الترابط بين الأعراق وبين الأجناس وبين الشعوب. يبدو أنني حاولت أن أتقاطع معك في كثير من الأسئلة التي طرحتها. تمام، وأنا كنت بس أعلق بخصوص النقطة اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها، أنه في فرق ما بين التقاطع أو الصداقة وما بين التماهي. يعني أنا مش لازم أتماهي مع الآخر في ثقافته وألغي ثقافتي عشان نبقى أصدقاء. صحيح. تمام. تاني حاجة حضرتك قلت إحنا ممكن نسميه العقل الإسلامي، فحضرتك فرضت يعني وجهة نظر لدين على بقعة كبيرة جدا فيها ناس مش مسلمين أصلا، فيها ناس ملحدين، فيها ناس يعني مش حابين أن يتم السيطرة عليهم بأفكار هي طلعت في بيئة أصلا بدوية، يعني شئنا أم أبينا هي هتأثر عليها وعلى أفكارها. فمش حضرتك شايف أن ده يعني طرح يعني مختلف شوية عن المفروض نتكلم عليه دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه؟ يعني احنا ماشي، ممكن نتكلم ان احنا نحترم ثقافة الاخر، لكن احنا هنتماهى في الثقافة الاسلامية وفي ناس اصلا مش مسلمين ليه؟ وبعدين حضرتك بتقول في فرق ما بين الصحراء، انواع الصحراء او انواع التربه بقى مش عارفه، وما بين احنا دلوقتي بنتكلم على فكره الصحراء اللي هي شبه الجزيره. احنا في مصر هنا او كمزيغ ثقافتنا مختلفه تماما، فليه انا اضطر ان انا يعني اتصرف او افكر بعقل طلع في صحراء؟ يعني انا هنا اصلا انا اكثر تطورا منه بسنين، بالاف السنين. انا ايه اللي يجبرني ان انا افكر بافكار انتهت من 1400 سنه والمفروض العالم بيتطور مش بيرجع لورا؟ بس ده اللي انا يعني فاكره من الاسئله. اتكلمت في المحاضره بتاعتك على فكره الاصنام وان احنا نصنع لنفسنا اصناما وينبغي ان نتخلى عن هذه الاصنام، وفي نفس الوقت بعدها بشويه تكلمت على اهانه الرموز ولا ينبغي علينا احنا كبشر يعني ينبغي أن لا نهين الرموز. طيب، وقلت لفظا أننا لا نستطيع أن نعيش بدون الرموز. طيب، هل الإنسان هو من صنع الرموز أم الرموز هي من صنعت الإنسان؟ ده سؤال، لأن الإنسان هو من صنع رموزه، والرموز هي عبارة عن هي تجسيد لأفكار وانتماءات وأيديولوجيات مختلفة للإنسان. فإذا كان الإنسان ينتمي لهذه الأيديولوجية على حساب ايديولوجيات اخرى، يعني حضرتك دلوقتي قلت مثلا ان احنا ينبغي ان نتمسك بالايديولوجيه بتاعتنا او الرموز بتاعتنا وعدم اهانه هذه الرموز، وفي حريه الراي والتعبير من ضمن حريه الراي والتعبير هي حريه اهانه الافكار الاخرى، عادي جدا. فان كنت انا لا استطيع اهانه افكار غيري، طيب فوفقا لمنهج الشك الديكارتي كيف اتاكد من صحه افكاري ان لم اشك بها؟ طيب حضرتك في افكارك انت او في رموزك انت، لما تلاقي حد مختلف معاك عنده رموز مختلفه معاك يعني عنده رموزه هو الشخصيه، هل هتنصحه بنفس النصيحه وتقول له تمسك برموزك وعدم اهانه رموزك وهو يبقى عنده رموزه وانت عندك رموزك، وهنا كل واحد برموزه هيبقى عنده توهم امتلاك الحقيقه المطلقه، وتوهم امتلاك الحقيقه المطلقه هو اصل لكل الشرور ويعني ضد فكره المواطن الكواكبي الذي تكلم عنه كانت الكوكبي سوري ضد فكرة المواطن الكوكبي الذي تكلم عنه كانت، ان كل واحد عنده توهم امتلاك الحقيقة المطلقة
ومش هيعرفوا يتعايشوا ويتجانسوا معا. حضرتك النهارده مسلم وعندنا يوسف مسيحي، هل هتنصحه بالتمسك برموزه، هو يتمسك برموزه وانت تتمسك برموزك وتتحاربوا معا؟ ولا يمكن ان تجد مساحه للاثنين ان هم يعيشوا مع بعض، لان كل واحد عنده في دماغه ان هو فكره توهم امتلاك الحق المطلقه، انا عندي الحقيقه وغيري على غلط، وكل واحد شايف كل واحد هيخش في النار بتاعته هو، تمام، هيفضل كل واحد مكفر الثاني حتى لو بيقول عليه اخوه. طيب ولا هتقول للشخص دوت ان هو يتخلى عن رموزه ويقدس رموز حضرتك انت، وهنا هتبقى وقعت في ازدواجيه المعايير، مغالطه منطقيه، وقعت في مغالطه ازدواجيه المعايير، هتقول له يتمسك برموز حضرتك. طيب فهنا اصبحت الرموز صنما اخر اللي حضرتك بتتكلم عليه، ان احنا ينبغي ان نتخلى عن هذه الاصنام ونصنع لانفسنا اصناما اخرى. حضرتك صنعت صنم بهذه الرموز، عادي جدا ممكن اهين اي رموز في اي وقت عادي. الرموز ما هي الا تجسيد لافكار، فانا بتعامل مع الرمز ان هو فكره وبناقش هذه الفكره، مش بقدس الرمز. فكره التقديس الاعمى دوت سيقول بنا الى نهايه المطاف الى التطرف والتعصب والحروب اللامتناهية. وإهانة الرموز لا يهدم مجموعة إنسانية معينة، يعني على سبيل المثال عندنا إسرائيل وفلسطين لما كانوا بيتحاربوا، جم الفلسطينيين والعرب وغيرهم داسوا على علم إسرائيل، هل علم إسرائيل، هل يعني إسرائيل تهدد الصبح؟ لا. لو أنا جبت علم مصر النهاردة وأنا مصري دوست عليه بأقدامي، هل مصر انهارت؟ لا، ممكن الصبح علم مصر يتغير أصلا، عادي جدا، دي حاجة عادية وحصلت في دول كتير قبل كده. طيب تاني حاجة في موضوع المرأة المومس، وأنا لا أتكلم من جانب عاطفي لكني أتكلم من جانب عقلاني. حضرتك قلت أن المرأة المومس إذا قامت بدور البطولة ستشوه دور البطولة وهذا الكلام، فأنا مش فاهم يعني هل المرأة المومس مش كائن حي، مش إنسان؟ ده احنا يعني بنرى أبطال لقصص، طبعا مع فارق التشبيه، لحيوانات هم أبطال هذه القصص. على سبيل المثال في أمريكا كلب هو اللي أنقذ بيت من الحريق، وفي أوروبا فرنسا حاجة شبه كده، مجموعة من الكلاب قامت بالعواء على البشر حتى يهربوا من الزلزال القادم وانقذت مجموعة بشرية كبيرة جدا، تمام. فالكلاب الشوارع كانت أبطال في دور. هل تستطيع المرأة المومس أن تكون بطلا؟ أرى في حضرتك أن أنت بتنظر نظرة فوقية على هذه المهنة وعلى هذه المرأة، ونحن نتاج، نحن البشر ما نحن عليه اليوم، حضرتك وأنا نتاج لكل ما تعرضنا له من بيئة وعوم جغرافية وثقافية ومناخية وحضارية وما إلى آخره. فحضرتك بتنظر نظرة اللي هو بتحكم على الآخرين بدون أن تنظر إلى ماضيه، تمام. آخر حاجة عدم الاستهتار بالسرديات. طيب السرديات ما هي إلا أفكار ينبغي مناقشتها وينبغي فحصها للتأكد من صحتها، وإلا هنقع في إن إحنا عايشين في خزعبلات وأفكار عشوائية وخرافات إلى ما لا نهاية. تاني نرجع لمنهج الشك ديكارت، لما ديكارت بيقول كيف أتأكد من صحة أفكاري إن لم أشك بها، فأنا إن لم أشك بهذه الأفكار وهذه السرديات وأعيد فحصها والتأكد من صحتها بعد دنيا السلام يعني. بس وشكرا. هو اول سؤال لحضرتك بخصوص ربط حضرتك ما بين الفن وما بين الرأسماليه، الفن والرأسماليه، بمجرد ما حضرتك طرحت النقطه ديت دايما تداعى الى خطري اللي بيدور حاليا في منطقتنا العربيه من قيام المملكه العربيه السعوديه ممثله في هيئه الترفيه بعمل مهرجانات فنيه ورياضيه. هل حضرتك بترى ان ما يحدث في المملكه العربيه وهيئه الترفيه الان ممكن ينطبق عليه مقوله حضرتك بربط الرأسماليه بالفن، وهل هي بتساعد على ده؟ ده كان اولا. النقطة التانية اللي هي الرمزية والصرامية، ونفس النقطة اللي هي تطرق لها مينا، حضرتك بتقول ان احنا لا يجب ان نهين الرموز بتاعتنا، وان ده بشكل او باخر يؤدي الى الافتئات او عدم تقدم الحضارة، بان اهانة الرموز هتؤدي لان سقف بيتنا هيقع او ان احنا مش هيبقى في حد. بصراحة يعني هو انا احنا كعلمانيون بنتحسس، وعلمانيون شرقيون في العموم المصريين تحديدا هنا بنتحسس من حكاية الرمزية ديت، لان احنا من ساعة ما طلعنا واعتنقنا المنهج العلمي ان صح العلماني ان صح التعبير ابتدينا نتكلم وابتدينا ننتقد، فكل ما نيجي ننتقد يقولك لا اصل ده رمز، الرئيس ده رمز، الكنيسة ده رمز، الازهر ده رمز،
كل حاجه بقت رمز، فاحنا مش عارفين ننتقد مين. على على جانب اخر مثلا بنشوف في المجتمع الغربي لا كل شيء معرض للانتقاد، سياسات اديان حتى الاله نفسه معرض للانتقاد، فبالتالي احنا بنتحسس من حاجه زي ديت. وده لفت نظري جدا في كلام حضرتك ان احنا او زي ما قال مينا حضرتك كده بقى، هو ايه الفرق ما بين الرمز والصنم؟ وليه الرمز عندي ما يكونش صنم عند حضرتك والعكس؟ دي حاجه. الحاجه الاخيره برضو انا يعني يعني برضو نفس النقطه اللي حضرتك برضو اللي اشار ليها مينا، في اللي هي ان انت يعني نظره حضرتك اللي انا يعني مش يعني اللي انت قلتها بالنسبه اللي هي العاهره وممكن ما يكونش لها دور وطني، لا انا شايف ان دي بصراحه نظره يعني ممكن يشوبها بعض العنصريه لو تسمح لي وانجاز التعبير تجاه المراه. انا يعني انا ممكن جدا اشوف واحده، يعني احنا مثلا عندنا في التراث الديني والاسلامي مثلا ربع العدويه كانت بدا حياتها عاهره وموس وانتهى بها الامر شهاده العشق الالهي. ولو دورت في التاريخ الاكيد سواء الحديث او القديم هلاقي كتير ستات يعني كانوا موسات او عاهرات، بس لما تطلب منهم الامر القيام بدور وطني او ديني او قومي عملوها. يعني انا بصراحه مش قادر افهم النقطه دي من حضرتك. اسف لو كنت اطلت، واتمنى ان يكون اسئلتي كانت مباشره وما تسببش ارتباك للسرد الجميل. ومش هطول كتير في الشكر يعني عشان الوقت. طيب، هو الحقيقه كان في سؤال، وهو انا ارى ان في ازمه معاصره النهارده وهي تصنيم او جعل الوساطه اللي كانت قديمه كهبل ما بيننا وما بين الله، دلوقتي بقت الوساطه للغرب ما بيننا وما بين العلم، دلوقتي صح. الوساطه بقت للاله ما بيننا وما بين الحياه. احسنت. فهل ترى ان دي ازمه فعلا ولا صحيح. لا، ولو هي ازمه فكيف نتحرر من هذه الازمه ونخرج منها؟ ده المداخله بتاعتي. في مداخله ثانيه يعني مش تعقيب، ولكن هي ممكن تكون مرتبطه شويه، او شايف ان سبب المداخلتين اللي قبلي عدم فهم الحته دي قوي، يعني اتمنى لو توضحها لنا. كيف لي على سبيل المثال ان اميز ما بين رمزيه رجل الدين وبين تصنيم رجل الدين بذاته؟ كيف لي ان اميز ما بين رمزيه النص الديني ورمزيه الجامع او الكنيسه، وما بين تصنيم الجامع والكنيسه وتصنيم الموروث او التراث الاصولي، وما بين يعني تصنيم الكتاب المقدس نفسه بحرفيته؟ ففكره الرمزيه والتصنيم الفرق ما بينهم يرد ايضاح على مثال واقعي مع رجل الدين على سبيل المثال. شكرا ليك يا دكتور، واتمنى يعني ما نكونش اطلنا. اتكلمت ان في حواجز لتطبيق العلمانيه في مجتمعاتنا، بس حضرتك ما اتكلمتش عن الجانب السياسي او الدور العامل السياسي في الموضوع ده. هل هو حاجز فعلا؟ هل هو لو توفرت الاراده السياسيه ممكن يتحقق العلمانيه في مجتمعاتنا ولا لا؟ تاني حاجه، انا شايف ان احنا منشغلين جدا بعلاقتنا بالغرب وبالتفكير الغربي والمسلم الغربي، وناسين ان في مارد صيني او مارد كونفوشيوس جاي من شرق اسيا هو القادم. صحيح. في تقصير كتير جدا في فهم الجزء ده من العالم، الجزء ده من الثقافه. واحنا شايفين يعني ما بقراش دراسات كتير او ما بحسش ان الناس بتفكر كتير في المستقبل. الغرب خلاص الى زمان، احنا عايزين نفكر في اللي بعد كده. احنا هيكون تعاملنا معاه ازاي؟ هو يتفاعل معانا ازاي؟ هل هو اللي هيسيطر علينا، او هل هو هيحاول يفرض ثقافته علينا او لا؟ بس شكرا. شكرا يا دكتور على الطرح، ومع كل الاختلافات ولكنه طرح رصين ومتزن وله وجاهه وله شكل من اشكال الفاعليه يعني او الاشتباك مع الواقع. طيب انا عندي كام سؤال كده. رقم واحد هو مساله التصنيفات بتاعه الجبري للعقل، وهو بيرى طبعا حضرتك يعني مطلع جيد على مشروع الجبري وفكره التاثير السياسي على طغيان عقل على عقل، العقل البياني في فتره على العقل البرهاني او العرفاني وغيره. شايف انه هذه النظره موجوده حتى هذه اللحظه في ظل بقى التحولات الاجتماعية والسياسية؟ يعني اتفهم ده يكون موجود في دولة الخلافة في الدولة الإسلامية يعني مع حتى القرون الوسطى، لكن لحد النهاردة نقدر نقول أن هنالك سمة سلطة سياسية تستطيع أن توجه العقل؟ يعني مش عارف حضرتك متفق مع ده ولا لا. ده واحد. حاجة تانية أعتقد أنه سؤال ربما يكون ليه دلالة، هو فكرة بقى إيه يعني الغوص الجينولوجي أو البحث في الجذور، أصل الكلمة. شوف الفرق ما بين أصل الكلمة لاتينيا العقلانية أو العقل الأوروبي أو العقل اليوناني، وأصل الكلمة عربية هي جاية منين؟ حاجة تعرف طبعا أستاذنا يعني جاية من فكرة فعل تعقل الدابة كبح. يعني كبح الدابة. هو أنا بقى النظرة للمسألة دي أعتقد لها دلالة، وده بياخدني لسؤال فرعي، وهي فكرة أن هل يمكن يعني إذا كنا هنا بنقيس بقى أن التمرد أو الجنوح بتاع الدابة العكس بتاعه العقل، طب هو أصلا العقل المتمرد يمثل دفعة إيجابية للعقل أم العقل الساكن؟ ده أعتقد سؤال محتاجين نشتبك معاه.
النقطة الثالثة والأخيرة وهي فكرة يعني فكرة الإشارات الأيديولوجية العربية الكبرى إن إحنا لازم نحمي ثقافتنا وإلا انفتحنا أو حالك ما قلتش انفتحنا قلت هيبقى داخل علينا اخترقنا. طب ما نخترق ما ننفتح يعني. وبعدين التوصيف اللي حضرتك قلته الحضارة الأوروبية طبعا ما كانتش بدايتها أوروبية, بدايتها يونانية واليونانية لم تخلق من عدم, مصرية قديمة بالمناسبة يعني مصرية قديمة ثم يونانية ثم أوروبية عصر الأنوار أو النهضة أولا ثم الأنوار الرنسانس أولا ثم الأنوار ثم الثقافة الغربية الأنجلو ساكسون الأمريكية لأن أمريكا لا تمثل أو لا تمتلك ثقافة بالعكس هي ثقافة عولمية طبعا طبعا مركبة. وأمريكا اتبنت بمين؟ بكله يعني مش بس الأنجلو ساكسون, يمكن دول المهاجرين اللاحقين على هجرات سابقة إسبانية وبرتغالية وهولندية ربما. طيب والنهاردة بنقول الكونفوشيوسية, طب ما احنا طول ما احنا في قطيعة مع اليونانية ومع الأوروبية ما نسلك نفس الدرب اللي سلكه السابقون وهو الانفتاح على هذه الثقافة يعني لما, وهي فكرة شيطنة الرأسمالية. العالم منذ التاريخ يخضع تحت قانون فيزيائي, الكائنات الحية المركز دائما يذهب إلى الثقل. مش ممكن الأرض الشمس تدور حوالين الأرض لأنه إحنا سكان كوكب الأرض فسنجعل الشمس ستدور حول الأرض, مستحيل. الشمس هي الأثقل والأكثر كثافة وكتلة وبالتالي إحنا اللي لازم ندور حواليها, ومركز المجرة هو الأثقل فبالتالي النجوم تدور حواليها. ونفس القصة أمريكا هي الأثقل فلازم ندور حواليها. إذا أردت أن أمريكا تدور حوالينا زي ما حضرتك قلت ناخد بأسباب الحضارة اللي إحنا مقاطعينها. ليه؟ لأن هي جايلنا من فرنسا وجايلنا من إنجلترا وجايلنا من الصين. والصين نهضت إزاي؟ بالشيوعية, نهضت بالرأسمالية بالتحول الرأسمالي. حافظوا على ثقافتهم الصينية ويتحدثون الصينية. النهاردة الصين بتستخدم في تجارتها إيه؟ التبادل التجاري, الدولار ولا اليوان؟ المقصود يا دكتور إنه إحنا بنحاول نقلب الهرم إنه حتى يكون لينا دور لازم نعتز بثقافتنا. لا, حتى يكون لينا دور لازم ناخد بمسببات الحضارة. وأنا مش شايف إنه في تعارض ما بين ثقافتنا اللي بالمناسبة أنا بأخذ على الزملاء إنه ثقافتنا مصرية قديمة. إيه المشكلة إن ناخد ما هو جيد إن وجد جيد في الثقافة العربية والثقافة الإسلامية؟ وإحنا لو افترضنا جدلا يعني إنه في البنية العربية أن المروءة والشهامة والكرم صفة عربية, إحنا ضد ده؟ مش ضده, أكيد إنسان مختل. لما يجي القرآن يقول لي وبالوالدين إحسان هقول له أنا ضد القيمة دي؟ لا طبعا مش ضدها. لما أقهر المرأة وأقمع المرأة هبقى ضد الثقافة دي. لما يبقى عندي تمييز ضد الأقليات الدينية وأقول لك وقاتلوا الذين يؤمنون هبقى ضد ده, دي مش ثقافتنا. لكن أنا ممكن أخذ ما هو حسن في الثقافة المصرية والثقافة العربية والثقافة اليونانية. هي فكرة التنوع الثقافي بقى جزء أساسي من مسألة الثراء الحضاري. وأنا وجهة نظري الشخصية المتواضعة لو بنتكلم ان الناس بتتحدث بقراءه, انا لا امجد امريكا ولا اشيطن امريكا, مش قضيتي امريكا, قضيتي انا. ولكن فكره ان انا ارى امريكا دايما بنظره الشر, انا مش هبص على امريكا, مش هبص على الحسن. امريكا عندها موارد طبيعيه زي ما عند الاتحاد السوفيتي. لماذا الاتحاد السوفيتي هو الاتحاد السوفيتي او بقى اصبح روسيا الاتحاديه, ولماذا امريكا هي امريكا؟ القيمه, قيمه التعدديه الثقافيه انفتحت على الجميع. امريكا قيمه الحريه, دعه يعمل دعه يمر, لا هنالك شكل من اشكال الانا الشوفينية الوطنية, روسيا العظمى, الخير أمة أخرجت إلى الناس. أمريكا قيمتها الحقيقية في التنوع والتعددية الثقافية والروافد المتداخلة التي تشكل, وطبعا قائمة على فكرة الحرية والفردية. ولذلك الموهوبون أو الموهوبين دائما هيسافروا لأرض الأحلام, وعشان كده تسمت أرض الأحلام. وفي لحظة من اللحظات مصر كانت كده, في لحظة من اللحظات مصر كانت جاذبة للموهوبين ورجال الأعمال والفنانين والحالمين. لكن مع شمولية البيك باشا عبد الناصر أصبحت طريدة, ولحد النهاردة احنا نعاني إرهاصات الشمولية اللي متجسدة في سياسة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. شكرا. أشكر الأصدقاء على هذه التفاعلية وعلى هذا الحماس. ما لا يمكن أن يعيش الإنسان, أن يكون الإنسان عدمانيا بلا حماس. الحماس هو من يصنع الرؤية وهو من يصنع التصور. ثم الحماس يتعلق دائما بالشباب. لا نقول أن الحماس المقصود به القوة الغضبية, وإنما نقول به أن الموضوع أصبح مسألة فردية, أصبح يخص شخص يدافع عنه أو يدافع عن موضوعه من خلال الأسئلة التي يطرحها أو الأسئلة التي يقدمها.
لكن ما أردته هو كيف يمكننا أن نفكر في هذا العقل عقليا بعيدا عن العاطفة وبعيدا عن الحماس الذي يمكن أن يلهب التفكير والذي يمكنه أن يضيعنا كمفكرين، أو كيف يمكننا أن نجفف هذه العاطفة التي ننتصر فيها لإيديولوجيا على حساب إيديولوجيا أخرى. ما أردت أن أفكر فيه وقد قلته في البداية هو كيف يمكننا أن نؤسس العقوق الإيديولوجي، سواء كان هذا العقوق الإيديولوجي عقوق شخصي أم عقوق جماعي، أن نفكر خارج الإيديولوجيا. أن نفكر خارج الإيديولوجيا معنى ذلك أننا أصبحنا إبستيمولوجيين، بمعنى أننا نفكر داخل المعرفة كمعرفة بعيدا عن تجربتنا الشخصية لهذه المعرفة. هل علي أن أطوع المعرفة لما هو إيديولوجي، أو أن أطوع ما هو إيديولوجي لما هو معرفي، أو أن أناقش ما هو معرفي كما فيما هو معرفي؟ هذا الذي أتصور أنه يقع على عاتقي كمفكر وكباحث، أن أجعل ذاتي بعيدة عن الموضوع. ولعل هذا الاستدراك هو الذي لاحظه هيسير في الفلسفة الفينمولوجية على الفلسفة الشكية عند ديكارت، أن هيسير لاحظ أن ديكارت كان متعاطف بشكل قوي ووجداني وعاطفي إلى أبعد حد في إلى أبعد تصور في شكله حينما جعل التفكير في الذات وفي الموضوع شيء واحد، أو أن الذات هي الموضوع والموضوع هو الذات. فقال يجب أن نؤسس لمسافة بين ما هو ذاتي وما هو موضوعي، أن يكون الموضوع بعيدا عني لأستطيع أن أرى وأن أفكر فيه، وهذا يسمى الكوجيتاتو. ما فكر فيه أنا أفكر، إذن أنا موجود، يسمى الكوجيتو. الكوجيتو وهو أن الذات والموضوع واحد، وهنا ستتغلب العاطفة على العقل، بينما الكوجيتاتو بعيدا أو الموضوع بعيدا عن العقل يستطيع العقل أن يشاهد نقائص الموضوع ويستطيع أن يفكر فيه بنوع من الثقل وبنوع من الرصانة. عموما الأستاذة دينا طرحت موضوعا مهما، وموضوع هو صلب مشروع الأستاذ محمد أركون، وهو هذه الأعراق والإثنيات المختلفة كيف يمكننا أن نخاطبها مثلا داخل اللحظة العربية، أو كيف يمكننا أن نخاطب الماليزي أو الأندونيسي أو الأمازيغي أو الإفريقي الأسود مثلا، اسمحوا لي على هذه الكلمة، ما نسميه الزنجي، كيف يمكننا أن نكلمه أن يكون جزءا من هذه العقلانية العربية وهو يختلف عنها ثقافة وتاريخا؟ صحيح هناك إشكال أشار إليه الأستاذ ناصر حامد أبو زيد في كتابه الشافعي وتأسيس الإيديولوجيا الوسطية، وأشار إليه أبو القاسم حاج حمد في كتابه العالمية الإسلامية الثانية، وهذه مسألة دقيقة، مسألة الذمي أو ما هو أو غير العربي داخل الثقافة العربية كيف يتم النظر إليه، وهل صحيح أن الثقافة العربية ثقافة إمبراطورية أو ثقافة مركزية كما قال عبد الله إبراهيم، أنها دوما ما الحجازي أو النجدي يشعر أنه متفوق على غيره من الأعراق بحيث أنه جاء مكلف بهذه الرسالة، أو هذه الرسالة جاءت بلسانه. لذلك أنا أقول لأصدقائي علينا أن نرتب المسألة، ربما أنتم لن تعانوا منها كثيرا، هذه المسألة عانينا نحن أكثر منكم بكثير، ونحن انتقلنا من مرحلة المعاناة إلى مرحلة التفكير. كيف يمكنني أن أجد أنا كأمازيغي أن أجد نفسي داخل الخطاب، هذا الخطاب الإسلامي،
علي أن أصحح مجموعة من المفاهيم. لا يجب أن تؤخذ أن يؤخذ مصطلح الإسلامي لا يجب أن يؤخذ بالشبهة، ولا يجب أن يؤخذ داخل تجربة سياسية خاصة. لا، الإسلاموي ليس هو الإسلامي، الإسلاموي هو الذي يستخدم الإسلام لينشر إيديولوجية خاصة، لأنه يجرب داخل هذه الإيديولوجية، يصبح الإسلام وسيلة للتجربة، نسميه الإسلاموي. أما الإسلامي أو الإسلامولوج هو الذي يجرد الإسلامية من أي إيديولوجيا، بمعنى أن تصبح اللحظة الإسلامية بعيدة عن التمثيل الإيديولوجي. أنا لست ممثلا للإسلام، أنا مسلم فقط، ولكنني لست ممثلا، لا أنتمي إلى جماعة، ولا أنتمي إلى فئة، ولا أنتمي إلى شريحة، ولا أنتمي إلى جماعة وظيفية كما يقول أستاذنا محمد أركون. وبالتالي حينما أفكر في الإسلام أفكر في أنه نص معرفي جاء ليخاطب عقل، وجاء ليخاطب إنسانا أتصور أنه أو أنتم تتصورون أنه يملك عقلا. وبالتالي لا يجب أن تكون لفظة إسلام متهمة عندكم، لأن الذي تقصدونه فيما يبدو لي هو الإسلاموي وليس الإسلامي. لأنه من الأخطاء الشائعة في الحق في الحقل في حقل في الحقل العام، وهم أنهم دائما ما يستخدمون الإسلامي ويقصدون به الإسلاموي الذي يوظف الإسلام لخدمة أغراض خاصة، وفي الغالب أنها أغراض مادية أو أغراض شخصية وليس أغراض معرفية. وبالتالي المعرفة تطهر هذه اللفظة من كل اللواحق التي لحقت بها في تصوري. هذه قناعتي أنا الذي بحثت 30 سنة في محمد في نصر حامد أبو زيد، وكنت أقول بما يقول به، وكتبت كتبا عنه، ربما أنتم مصريين لم تكتبوا عنه، الذي كتب عنه جمال عمر. أنا أعتبر من الجزائريين الأوائل الذين كتبوا عن نصر حامد أبو زيد وعن قناعاته وعن مشروعه، وأعرف تفاصيل كثيرة عن الرجل. بمعنى أنه يجب أن هذه الكلمة لا يجب أن تكون مدانة، هي كلمة نظيفة ويجب أن يتم تطهيرها، ويجب أن هذه الكلمة أن تعاد إليها نظارتها العلمية، لأنها كلمة محمودة وليست كلمة متهمة، ليست كلمة متهمة، لأننا ننتمي إلى هذه الحضارة التي نسميها حضارة إسلامية. والإسلامية هنا ليس معناها المتأسلم الذي يمارس الإسلام، لا، هناك فرق بين الإسلام باعتباره ثقافة يمكن أن ينضوي تحته المسيحي واليهودي وكذا، ونملك في تاريخنا الإسلامي أدلة كثيرة. مثلا في قرطبة أو في الأندلس كانت الحضارة الإسلامية كل له دينه، وكانت المعابد وكانت الكنائس وكانت المساجد، وكانت هناك حواريات ذكرها أبو حيان التوحيدي في الإنتاع والمؤانسة، وكانت حواريات رهيبة بين الفلاسفة اليهود والفلاسفة. طيب أليسكي جورافيسكي في كتابه الإسلام والمسيحية، وهذا الكتاب نشر في سلسلة عالم المعرفة أنصحكم بقراءته، أو زيغريدا هونكا في كتابها شمس العرب تسطع على الغرب، أو في غيرها من الكتب ككتاب الذي ألفه العقاد أثر الحضارة العربية على كذا. من نشر فلسفة ابن رشد في أوروبا وهو فيلسوف الإسلام الأول؟ من نشر فلسفة ابن سينا؟ من نشر فلسفة الفارابي؟ هم الطلبة اليهود الذين كانوا يدرسون في قرطبة، هم الذين أخذوا ونشروا وترجموا كتب ابن رشد للاتينية وللفرنسية ولغيرها من اللغات. إذن هؤلاء الطلبة لم يكن يشعرون بأن ابن رشد إسلاموي، وابن رشد لم يتنصل من الإسلام.
وهو الذي كتب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. معنى ذلك أن قولنا إسلامي ليس كقولنا إسلاموي من يتخذ الإسلام ذريعة سياسية. لذلك أي نقاش حينما نريد أن نقدمه في شكل هادي علينا أن نفرغه سياسيا، لأن السياسة بالمفهوم العربي المقصود بها التهاوش والتناوش. السياسة بمفهومنا العربي هي الانقضاض على الخصم، هي صرع الخصم والإطاحة به، هذه السياسة عندنا، هو استعراض عضلات. لكن أنا رجل مفكر، أنا لا علاقة لي بهذه الأشياء، أنا رجل إبستيمولوجي، أنا أنقد المعرفة إبستيمولوجيا ومعرفيا، ولا حاجة لي إلى السياسة، لأنني أعتقد أن أمامنا مشروع علمي ضخم علينا أن نطلع به. لأن إذا كنتم أنتم علمانيون حقا، علمانيون بالفتح ولا بالكسر؟ بالفتح. إذا كنتم علمانيون حقا، العلمانية هي معناها الاشتباك المعرفي مع الآخر، والاشتباك المعرفي مع التاريخ، والاشتباك المعرفي مع الواقع، أو كيف ينظر العلم إلى التاريخ والواقع والآخر. فالأحرى أن نشتبك معرفيا لنؤسس لهذه الرؤية المعرفية، لأن أزمتنا في الأصل هي أزمة معرفة وليست أزمة بوليتيك، ليست أزمة. لذلك احنا عندنا فيلسوف في علم السياسة عنده كتاب مهم جدا بين السياسة والبوليتيك. احنا نقول بوليتيك بمعنى سياسة، ولكن البوليتيك عندنا في الثقافة العربية هي كيف نحول السياسة إلى انطباعات شخصية، إلى أن تكون أنت عمدة في كل شيء، أن توضح وتوجه وتصبح أنت القائد، والحزب يسقط بمجرد سقوطك أنت. هذا بوليتيك، يعني الخصومات، خصومات الدجاج. بينما لا بوليتيك افيك ال ا بل علم السياسة معناها الممارسة الأخلاقية في المدنية، أو كما يقول الفارابي حسن تدبير المدنية، أو حسن تدبير المدينة. هذه هي علم السياسة، كيف تدبر المدينة وكيف تستطيع أن تنظم أحوال الناس. هنا صديقتي العزيزة دينا محمد أركون قدم لنا وصفة في كتبه المختلفة، في كتابه الفكر الإسلامي دراسة علمية، أو كتابه الفكر الإسلامي، أو قال لك لننظر في التاريخ من هم الفقهاء الذين أسسوا للعوربة داخل العقل الإسلامي، أو الفقهاء الذين قالوا بأن الإسلام سرق داخل فكرة العوربة هذه، أو من عورب الإسلام. كل المفسرين وكل المفكرين العرب يرون أن الشافعي هو أول من أخاط هذا العقل الإسلامي حينما جعله داخل اللحظة القرشية. هذه وجهة نظر، فكرة قال بها نصر حامد، وقال بها أركون، وقال بها هشام شرابي، وقال بها جورج طرابيش، وقال بها سلامة موسى، وقال بها فرح أنطون، وقال بها كل المفكرين العرب قالوا بهذا، أن الشافعي هو أول من أخاط هذا العقل داخل لحظة القرشية. القرشية جميلة والله، ليست بالنظر الذي، ليست بالقدر الذي نمقته. لاحظي معي، قرشة في اللغة العربية، أنا رجل معجمي أفكر بتؤدى، يعني ما في حد موصيني، أنا أشتغل بهدوء. لاحظي معي فعل قرشة، هذه قرشة بمعنى بحث، وقشرة بمعنى أزاحة، ورقشة بمعنى زينة. لو كان الناس لهذه اللفظة عاقلون، لكن للأسف الشديد العقل الصحراوي وما تراكم عليه من مفاسد ومن مهالك طوال 4 أو 5 قرون. أنا حينما أتحدث عن فعل العوربة لا أقصد الوهابية، الوهابية هذه متأخرة، الوهابية هذه فرقة مسكينة، يعني لا يمكن لمفكر مثلي أن يقف عندها، هذه لحظة طارئة في التاريخ، لا يمكن أن، يعني ليست من أساسات هذا العقل.
يمكنني أن أقدم لك توصيفات لها. وأنا متابع جدا للخطاب الديني، كتبت كتبا فيه كثيرة ومقالات ودراسات وأبحاث، لكن أنا أتحدث عن أفعال الأولى التي جمعت الزنجي. لاحظي جيدا، داخل اللحظة الإسلامية، الإسلام باعتباره مقولة علمية أو معرفية وليس باعتباره مقولة إيديولوجية، الإسلام في شكله الأول جمع الزنجي وعطاه حقه، كان عبدا ثم أصبح مؤذنا. فعل التأذين في الناس هو فعل حضاري، بمعنى قوموا أيها الجمع إلى الحضارة، وجمع الرومي وأعطى للمرأة سلطة القضاء وأعطاها. حينما نتحدث عن المرأة، وأنا كتبت كتابا في هذا، المرأة في الثقافات الأخرى، في الثقافات الأوروبية، أنا أعرف فيلسوفات فرنسيات كنت أتناقش معهم، هناك فيلسوفة كبيرة في تون في 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 باريس الآن تسمى سلوى بولبينا، تلميذة ديريدا، كتبت كل كتبها حول واقع المرأة في الثقافة الغربية وفي الثقافة العربية. سألتها مرة، هي أستاذة في باريس سانك في 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 السوربون 5، قلت لها ما الفرق بين المرأة العربية والمرأة الغربية؟ قالت لي المرأة العربية صراعاتها في الخارج، أما المرأة العربية صراعاتها داخل البيت، صراعاتها داخل البيت. المرأة العربية عدوها زوجها، والمرأة الغربية عدوها الشارع. لذلك فيلسوفة كتبت كتبا حوالي 9 أو 8 كتب في هذه المقاربة بين واقع المرأة هنا والمرأة هناك. ثم سألتها سؤالا ثانيا، قلت لها أستاذة هل ترين أن المرأة العربية في ثقافة أو المرأة في هذا المحيط في المحيط العربي الإسلامي، باش ما نقولوش حتى لا نقول المرأة العربية وننسى أن هناك إثنيات أخرى في المحيط أو في المجال بلغة بكلمة أدق، هذا الباركور عربو مسلمان، هل ترينها مظلومة؟ قلت لي كل التشريعات التي تعيشها المرأة الغربية إنما كان فيه نقل مما كانت تعيشه المرأة في قرطبة وفي غرناطة وفي، ثم القوانين لا تصنع فقط بالأخذ من زيد أو من عمرو، تصنع بالنضالات. المرأة الغربية نضلت وأخذت حقوقها. ثم في مقابل الرفض، دائما نحن نرفض كل ما يأتي من هذه التشريعات الدينية ونريد أن ننفتح على التشريعات البشرية الإنسانية، ودائما لدينا مقاومة لهذه التشريعات الدينية وكأن الدين هو سبب الأزمة وهو سبب كذا، مع أن الدين الذي تتحدثون عنه ليس هو النصوص التأسيسية كما يقول أستاذنا أركون. هناك فرق بين النصوص التأسيسية والنصوص الشارحة أو النصوص التفسيرية أو نصوص الفهم. ما أوقعنا في ورطة في تاريخنا هو نصوص الفهم ونصوص التفسير. نصر حمد أبو زيد يقول هذا، وطه حسين يقول هذا، بل طه حسين قال ما هو أكثر من هذا. طه حسين كان يرى أن الحياة الدينية كلها يمكن أن تصع لصناعة الثقافة الإنسانية. في مقابل ذلك قالها صراحة في مستقبل الثقافة في مصر، على المصري هكذا في بالجملة أن يصرف حياته كما يصرفها الغربي. إذن هو تبنى رؤية إيديولوجية معينة في مقابل أن هناك رؤى وتصورات. وهل تعتقدين أنت أن في ألمانيا مثلا اللي هي يعني كي تسافري من فرنسا إلى ألمانيا تلاحظين الفارق تاع 150 سنة بين فرنسا وألمانيا، فارق في العمران وفي المدنية، تشاهدينه وتشاهدين الفرق، يعني تجدين أن ألمانيا من جهة ثقافة العمران
أكمل المباني في الحضارة الأوروبية. هل تعتقدين أن الألمان لا يتصارعون فكريا؟ لا يتصارع الدين المتدين مع العلماني مع 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 الفيلسوف مع الرياضي مع الفيزيائي؟ عندهم خلافات لا تعد ولا تحصى، ولكن هناك عقل راجح داخل الوعي الألماني، يختارون أكمل النماذج وأشرفها، ولكنهم لم يتنصلون من مرجعيتهم أبدا. ولم يقل قائل فيهم هذا، ماكس فيبر عندك مثال، هيجل عندك مثال، كانت عندك مثال. إذا كان الفرنسيون متفوقون في العلوم العقلية، فإن في مراجعة النصوص الدينية الألمان لا يتفوق عليهم أحد. هكذا يقول ألكسندر كوجيف. لا يجب أن نأخذ الكليشيهات، ما هو منتشر بين طلبتنا وبين شعوبنا هي الكليشيهات التلفزيونية. لم يعيشوا داخل هذه المجتمعات ليروا وليقرأوا وليفهموا الواقعيات الموجودة أمامها. داخل الوعي الإسلامي هناك وعي بالأقليات وبالإثنيات، من قال أنه غير موجود؟ من يقول بهذه القولة هو في الحقيقة لم يقرأ ولم يطلع على النصوص التشريعية الموجودة داخل النصوص الفقهية. أنا معك، يمكن أن أذهب معك إلى أبعد من هذا، أن هذه النصوص تحتاج إلى التحليل وتحتاج إلى إعادة قراءة في ظل وضعنا الحاضر. لكن 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 القوانين التأسيسية، الموجهات الأساسية موجودة، وأنا اطلعت على كثير منها. لم أطلع فقط، إنما اشتغلت على مدار 20 سنة على هذه النصوص، وكنت خالي الذهن منها. وحينما بدأت أتخذ من الطاولة والكرسي زميلان لي ومصاحبان لي، فهمت كثيرا أن كثيرا من الأفكار التي كانت في عقلي كانت عبارة عن كليشيهات ولم تكن حقيقة معرفة متينة أو صلبة. لذلك أنا أفرق بين نوعين من الشك، بين الشك الديكارتي الصلب والشك سبينوزي الناعم الذي يمكن أن يعطيك الإجراء في إعادة القراءة. الشك الديكارتي لا يعطيك شيئا، الشك الديكارتي يتركك معلقا من عرقوبك، لن تحصل نتيجة منه كما لم يحصل طه حسين شيئا منه. هناك تطور في مسارات الشك، ليس الشك القاعدي هذا الذي هو شك معرفي وليس وسائلي، لا يعطيك الإجراء أو الوسيلة التي تتوجه بها إلى النص. بينما سبينوزا وهو رجل متدين وفيلسوف وعاقل كبير أعطانا الوسائل الممكنة في قراءة النص وفي فهم النص فهما شكيا سلسا ومتينا من دون زيادة ومن دون نقصان. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، نحن نعيش في هذا العالم، لسنا أصدقاء، لأن لا يمكن أن نكون أصدقاء بالقدر الكافي كما قال شوبنهاور. قد تجمعنا الصداقة لكن يمكن أن نفترق في نقطة ما، وهذا الذي حصل لأبناء إبراهيم وحصل للثقافة الإبراهيمية بشكل عام، افترقت بين مسيحية وإسلام ويهودية. ليست العداوة هي الأساس، وإنما القراءات التي قدمتها الفهوم البشرية والشروح والتعليقات والزيادات البشرية عبر التاريخ هي التي ضيقت من مساحة الحوار، وهي التي جعلت أو صورت أن هذه الأديان مختلفة وهي تنهل من مشكاة واحدة. والسيد قماني بحث في هذا، وكثير من المثقفين. هناك مطولات في هذا الأمر. من الذي يؤسس للعداء؟ هي هذه الفهوم والتوظيفات السياسية
في إعادة قراءة النصوص الدينية، كأن يقول المفكر أو الفيلسوف أو المثقف أو الفقيه قولة فتؤخذ وتقطع من سياقها ويبدأ التأويل والزيادة والنقصان ويهول ويشنع عليه. وبالتالي قراءتنا لما نسميه ثقافة إسلامية فيها كثير من الإجحاف وفيها كثير من القصور وفيها كثير من 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 ثقافة العينين المغمضتين، يسميها لومبارد نظرة الرأس المقطوع. نحن نفكر برؤوس مقطوعة بدل أن نفكر بالرأس ذوي ثلاث عيون تسمى العين الثالثة، العين اللي هي العين النقدية، العين النقدية التي نضع فيها الأمر أمامنا ونتأمله جيدا. إذن هناك فرق بين وواضح. مينا زكي، أهلا حبيبي، شكلك ممثل ولكن أنت طرحت يعني أسئلة قوية. طالب فلسفة أنت ولا طالب تاريخ ولا فنون جميلة؟ فنون جميلة سيدي، فنون جميلة دائما. أصحاب الفنون. إذا كنت طالبا في الفنون الجميلة عليك أن تقرأ لمجموعة من الفلاسفة الذين شرحوا علاقة الفن بالدين، مثلا هوركهايمر، أدورنو، ما يسمون بمدرسة فرانكفورت. هؤلاء من أكثر الفلاسفة دراسة للفن دراسة فلسفية عميقة. ومن أهم شراحهم في الثقافة العربية الأستاذة أم الزين بن شيخ، وهي زوجة الفيلسوف التونسي فتحي المسكيني، والأستاذة زوجة الأستاذ فتحي التريكي، كذلك واحدة من الفاحصات في علاقة الفن بالدين والفلسفة والتاريخ. لأنه لا يجب أن تبقى مسألة الفن مسألة متعلقة بالصور فقط، وإنما كيف يمكن مقاومة هذه البشاعة بالفن. هذه البشاعة هي شكل من أشكال الرأسمالية، أو هي مورد من موارد الرأسمالية. عندنا في الجزائر ظاهرة في القرن الثاني والثالث ميلادي، هذه الظاهرة امتدت لثلاثة قرون، نسميها حرب الكنائس بين الأب دوناتوس والأب القديس أغسطين. أغسطين الذي كتب الاعتراف وكتب مدينة الله وكتب مجموعة من الكتب، وهو الذي صحح المسيحية الكاثوليكية، وهو واحد من كبار رجال الدين في العالم، وهذا يؤرخ إلى ما قبل أغسطين وما بعد أغسطين. لمن يقرأ المسيحية الكاثوليكية يعرف جيدا من هو هذا الرجل الكبير. حرب الكنائس كان صراعها الأساسي حول الصور، هل يجب أن نمثل الله والابن وروح القدس في الصور أو أنه يجب تحريمها، كما هو النقاش عندنا، هل يجب تمثيل الصحابة أو تصويرهم أو لا يجب. أو هناك كنائس مجسمة وهناك كنائس توحيدية لم تخضع للتجسيم. الكنيسة الإفريقية التي كان يتزعمها الأب دوناتوس، وهو واحد من كبار رجال الدين الأفارقة، ولد بمنطقة عندنا تسمى منطقة مدوروش، ومدوروش كانت عاصمة في شمال إفريقيا من كبريات الجامعات العالمية، كانت جامعة في القرن الأول ميلادي. ويقال أنه في مدوروش كتب أول نص في التاريخ، اللي هو نص الحمار الذهبي للوكيوس أبوليوس،
وقد كتب باللاتينية الإفريقية، وترجمه الأستاذ أبو العدود إلى اللغة العربية. وهذا الكتاب فيه الصراع بين الدوناتية والأغسطينية، من يؤمنون بالتجسيم ومن لا يؤمنون بالتجسيم، أو من يؤمنون بالتصوير ومن لا يؤمنون بالتصوير. أن تضع الإله في صورة، معنى ذلك أنك جعلته مثل سائل الأكلين والشاربين، وهم لديهم معتقدات أن الإله لا يمكن أن يصور، لأن التصوير شوف هذا المسألة مسألة ناقشها الفلاسفة في حوالي 7 أو 8 قرون، مسألة التصوير، حتى ندخل إلى مسألة الرمز، أو كيف عبرنا من الصورة أو من الصورولوجي إلى الرمزية. الرمز الصورة يمكن أن نضع ما لا يصور داخل التصوير، وأن نضع له أبعاد محددة. معنى ذلك أن هذا الذي لا يتخذ الصفة ولا يتخذ الحد ولا يتخذ الشكل ولا يتخذ تحديدا معينا، وضعناه داخل قالب، وضعناه داخل شكل، يعني هذا الكائن الهلامي الخرافي وضعناه داخل صورة معينة وأعطيناه بعدا معينا. فالتصوير كما يرى هؤلاء الشارحون يفقد الآلهة هيبتها، لأن التصوير والوضع في الشكل أو في الحد يجعل القدرة متناهية في الصغر، ويجعل الإرادة متناهية في الصغر، ويجعل الصورة في مثل الصورة، وبالتالي يمكن للعقل أن يتصور هذا الذي الذي يفترض فيه ألا يصور. لذلك كتب كانت كتاب الدين في حدود مجرد العقل، الدين في حدود مجرد العقل. كانت كتب كتب مهمة عمدة في مشروعه، كتب العقل العملي، العقل المجرد، العقل ريزون بيور، العقل المحض، والعقل التطبيقي، ونقد ملكة الحكم، يعني المخرج الجمالي للعقل النظري والعقل التطبيقي، وكتب كتاب الدين في حدود مجرد العقل. هل العقل يمكنه أن يضع صورا مثلا للآلهة، أن يضع صورا لهذه التي لا تتخذ التجسيم والتصوير؟ يقول أنه من سقوط الخطاب الديني المسيحي هو التصوير، هو أحد أسباب سقوط المسيحية. سقوط هذا التصور العام حول الإله داخل العالم المسيحي، كما يقول جاك ميلز في كتابه سيرة الله، لديه كتاب لوتوبيوغرافي دو ديو، يقول أن التصوير هو أحد تصوير، يعني في الكنيسة الرسم صور وكذا، هو أحد عوامل سقوط مفهوم الإله داخل العقل المسيحي، وامتهانه والعبث به. هذا التصوير، الوضع بين شولتين أو الوضع داخل الشكل، تم من ثم اتخاذه في أشكال، في أصنام معينة، تم تجسيده داخل وضعيات معينة، كما هي ألواح ليوناردو دافنشي، كما هو في الرسوم التي أو في الألواح التي نجدها في مثلا في متحف باريس الشهير، الذي نجد فيه اللوحات الكبيرة حول تصوير الآلهة والابن والأم وغير ذلك من الأشكال. هذا عامل من عوامل سقوط الخطاب في نوع من أنواع التمثيل الشكلي. الخطاب حينما يكون على مستوى الرمز يحافظ على علوه ويحافظ على جوهره ويحافظ على نقائه وطهره، لأنه لا يتخذ شكلا تصويريا. الشكل التصويري هو نوع من أنواع العبث، أو نوع من أنواع الكرنفالية، بمعنى أننا انتقلنا بهذا الرمز الديني إلى صورة من صور الكرنفالية أو الطقسية،
نوع من أنواع اللعب بالطقس، حولناه إلى مجرد احتفال أو إلى مجرد كرنفال، كما هو في الأعياد الديثرامبية حينما كان كوكب العابدين يذهب في طريقه إلى جبل أولمبس ويتخذ مثلا رأس الماعز أو يتخذ الجانب العلوي يحيل مثلا إلى جسد حيواني والأسفل جسد إنساني أو الأسفل جسد إنساني والفوق جسد حيواني، كما هو في الأعياد الديثرامبية في 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 الاحتفالات الأولمبية الشهيرة وفي الرقصات التي يتخذها هؤلاء العباد حينما يذهبون إلى الإله زوس كما هي في الأساطير اليونانية. هذا النوع من السقوط الشعبوي بالإله أو النزول بالإله أو بالألوه إلى المجال الشعبوي هو نوع من الكرنفالية التي تجعل الإله بلا قيمة تاريخية ولا قيمة دلالية. متى يكون للرمز معنى ومتى يكون للرمز هدف؟ هناك مفكر اسمه أمبرتو إيكو، اعذروني إن أحلتكم كثيرا إلى الأسماء والكتب لأن الإنسان لا يستطيع أن يفكر إلا داخل مراجعه وداخل مصادره، فالعقل الحي أو العقل الرصين هو الذي يفكر مع غيره ويفكر داخل قراءاته. لا يجب الإنسان فقط أن يبقى شفويا، الشفوية تجر الإنشائية، بينما الاحتكام إلى المصادر وإلى المراجع هو ما يمكنه أن ينقذ الإنسان من قول أي شيء ومن التغول على المعرفة من دون شيء. أمبرتو إيكو له مجموعة من الكتب ناقش هذه الفكرة في كتابه ما العلامة؟ ما هي العلامة؟ من منكم الذي يقرأ اللسانيات يعرف ما معنى العلامة؟ حينما تحيل إلى صورة ذهنية، الإنسان لا يستطيع أن يفكر إلا من خلال الصور. الصور هي عالم التفكير بالنسبة للإنسان. الرمز فوق الصورة. الرمز لا يجب أن يتخذ موضع الصورة حتى لا يسقط في الكرنفالية ولا يسقط في الطقسية. وهذا الذي أدى بالفرق الدينية المختلفة إلى الانحراف، حينما حولت الفكرة المجردة حولتها إلى مجرد صور تتلاعب بها وتقتات عليها، حينما أصبحت مجرد ألعاب طقسية أو دينية كما يقول الأستاذ نور الدين طوالبي في كتابه الطقوس والمتغيرات. الطقس يعيش على التكرار زائد أنه يرتبط بهدف ديني في الغالب، لكن الرمز يبقى في لاوعي الجماعة الحرة، تأخذ منه الجماعة دون ما يتحول إلى صورة ودون ما يتحول إلى لعبة تمثيلية سخيفة. الرمز هو القوة الشعورية الداخلية التي تجمع الجماعة على ضمير واحد وعلى شعور واحد، لأنها ما يصنع الطمأنينة داخل هذه الجماعة. سأعطيك مثالا بسيطا، انظر إلى الجماعات الدينية الكبرى في التاريخ، ما يربطها هو هذا الجانب الرمزي، وما يجعلها تشترك في الخطاب هو هذا الجانب الرمزي. لذلك أنا أقول أننا نعيش داخل عالم مليء بالصور، شكرا، ولكن الرموز هي الضامنة لوحدتنا. ما يضمننا في التاريخ هي هذه الرموز التي تضمن شعورنا الواحد. وليس عيبا أن نتخذ رموزا، ليس عيبا أن تكون لنا رموز نحتمي بها من حالة العراء. ما معنى أن نخرج إلى العالم عرايا؟ خلاص نتنصل من الثقافة هذه، نتنصل من الدين، نتنصل من الموجهات، نتنصل من الموروث، نحي قشنا ونخرج للعالم عرايا. هل يمكن أن تعيش في عالم من العراء؟
هل يمكن للجسد أن يستمر في الحياة من دون ثياب؟ يجب أن نفهم هذا الوضع جيدا، يجب أن نفهم من أن حالة العراء ليست في صالحنا. وأنتم تتحدثون الآن وتحدثونني عن اللحظة الفرعونية وتشعرون أنكم تنتمون إلى هذه العذاب، هذا نوع من أنواع الامتلاء، تشعرون بأنكم ممتلئون تاريخيا لأنكم تنتمون إلى هذه اللحظة. فمجرد الشعور بالانتماء معنى ذلك أنك لست فارغا. لحظة الامتلاء ليس معناها ألا تأخذ عن الأغيار، ها نحن أخذنا على الأغيار الكهرباء والهندسة البناء الحديثة وهذه العمارات التي نحن فيها كلها في عهود كولونيالية، هل كفرنا من بناها؟ ألم نسكنها؟ هل قلت بأن هذا كفر؟ لا، من قال بهذا؟ من يقول بهذا؟ هو محض مجنون. لذلك احنا قلنا الثقافة العربية تعيش الصنمية، إن لم تصنم هذا عاشت الهبل والجنون، إما أن نكون هكذا أو لا نكون. لا أبدا، أكون أمازيغيا عربيا مسلما وأسافر إلى العالم الغربي ودرسنا هناك ونشتري الكتب من هناك ونسمع محاضراتهم وندخل بيوتهم وهم يحترموننا ونحن نحترمهم ولم نقل غير ذلك. هل يجب علي أن أصرف حياتي كما يصرفها هو وإلا أنا إنسان فاشل؟ أو ما عندي تاريخ؟ ما عندي كذا؟ كيف تفهمون؟ يعني هذه الأمور أمور تحتاج إلى 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 مسألة المرأة الممسلة. يصعب علي كجزائري، أنا أفكر هنا داخل جزائريتي، أن أتصور بطولة فيها عبثية. أعطيك مثال بسيط، رواية لترونجي لألبير كامي مثلا، الغريب لألبير كامي أو الطاعون. ألبير كامي ولد في الجزائر، ولد في مدينة تسمى الطارف، مولود بالجزائر، وهو أخذ نوبل، معروف أديب كبير يعني ومفكر وفيلسوف وصديق جون بول سارتر. في رواية الغريب، هذه الرواية تبدأ تبدأ بجملة: اليوم ماتت أمي. وصله تلغراف بأن أمه ماتت، فيفكر هل يذهب إلى جنازة أمه أو يذهب إلى موعده الغرامي. كان مخير بين أن يذهب إلى جنازة أمه أو أن يذهب إلى موعد الغرامي، فذهب إلى موعده الغرامي بدل أن يذهب إلى جنازة أمه. شوف يعني المسألة الخطورة التحوي. الشخصية الأساسية في هذه الرواية اسمها ميرسو. ميرسو هي كلمة فرنسية معناها مير إي سولي، مير إي سولي ميرسو. وكان ألبير كامي معجب بزيرالدا ويقول في كتابه إن شمس زيرالدا أعظم من حكمة اليونان، أعظم من فلسفة اليونان كله. يذهب إلى موعده الغرامي على شط البحر، يلقاه عربي ما يسميهش، لا يسمي هذا العربي، يقول لك أنا راب، أنت مثلا مينا عربي، ما يسميهش مينا. عدم التسمية هنا إذن فيها احتقار، نعم ولا أن لا تسمي الشخص، أنت تحتقره لأنك لا تعترف بهذه الكينونة. المهم حصلت مناوشة، قتل هذا العربي، القضاء يستدعي ميرسو. في رأيكم من المفروض أخلاقيا وإنسانيا القضاء حينما يستدعي هذا الشخص يستدعي لأنه قتل إنسان، صح ولا لا؟ لا يستدعيه لأنه قتل جزائري، يستدعيه ويطرح عليه سؤالا:
لماذا فضلت الذهاب إلى موعد غرامي ولم تذهب إلى جنازة أمك؟ وأدين بالسجن لأنه ذهب إلى موعد غرامي ولم يذهب إلى جنازة أمه، لأن القاضي أول عدم الذهاب إلى جنازة الأم هو عدم التزام ميرسو بثقافة فرنسا. الفيلسوف الفرنسي الكبير ألتوسير، ربما تسمعون به، ألتوسير هذا، لوي ألتوسير، هذا الذي صحح الشيوع الماركسية، فيلسوف كبير جدا، كانت كل الطلبة حينما يسير ألتوسير في الجامعة الطلبة على اليمين وعلى الشمال. يقال أن زوجته كبرت في السن وهو كبر في السن. هذا الغرب الذي تنظرون إليه بإعجاب، سأحدثكم عنه. في عيد زواجهما 50 قال لزوجته: ماذا أهديك؟ قالت له: وماذا تهديني بعد كل هذا العمر؟ لم يبقى إلا شيئا واحدا لم تهديني إياه. قال لها: ماذا؟ قالت له: الموت. قال لها: وهل الموت هدية؟ فيلسوف مع فيلسوف، فقتلها، قتلها، قتل الأم، قتل المرأة إحالة رمزية إلى هذه الثقافة التي تغتصب المرأة وتحولها إلى صورة على قرع، على زجاجة كولونيا أو على ورقة مطعم أو على ليش. فقتلها، فجاءت الشرطة الفرنسية، اعتقلوا ألتوسير. هل تتصورون أن هذا الشرطي لم يستطع اتخاذ قرار الاعتقال؟ اتصل بوزير الداخلية، وزير الداخلية اتصل بالرئيس الفرنسي في وقتها اسمه جير جارديستان شخصيا، جاء حضر، وجد ليمينوت في يديه يعني الكلبشات، قال: من وضع؟ فكوه، هذا عقل فرنسا يمكنه أن يفعل ما يشاء. هذا ألتوسير. هل تعلمون بأن جون بول سارتر الذي لم يعترف بالزواج طوال حياته كان يشمل بفكرة الروابط الشرعية؟ تبنى بنت جزائرية وهي الذي ورثت كل موروثه. يعني حينما تقرؤون تراث هؤلاء، لا أتحدث عن الشعب البسيط، أتحدث عن فلاسفتهم الذين قرأنا لهم، حينما تقرؤون كتبهم وتتأملون حياتهم حاجة أخرى تمام. نفاق في نفاق في نفاق، بمعنى أن أوروبا التي تصدر لنا العلمانية وتصدر لنا كذا، نفاق في نفاق، اكتناف التاريخ. أنا لا يمكن أن أرى رمزية في مرأة مومس أبدا، ليست عنصرية، تصويب للتاريخ. التاريخ الذي يعيش على المومس تاريخ مشكوك فيه، تاريخ غريب وهجين. نحن نعيش على تاريخ المرأة الحرة التي لديها عقل نحترمه، حينما تقول نسمع لها. أنا أنتمي إلى ثقافة نسائية أكثر منكم، أنتم الفراعنة، أنتم ثقافتكم ثقافة أبوية، أنا أنتمي إلى مجتمع أموسي، الأم فيه عندنا هي المركز. نحن لا نعيش الثقافات المغشوشة. أنا أنتمي إلى مجتمع المرأة فيه تلتقط الزيتون وتقول كلمتها وتعبر، وعندنا ثورات شعبية قامت على النساء. لالا فاطمة نسومر اتبعها كل القبائل، وعندنا الكاهنة. نحن ثقافتنا أموسية، نفهم جيدا ما معنى أن تكون المرأة رمزا، وليست ما ثقافة أبوية أو ذكورية. نحن لم نرث هذه الثقافة، ما عندنا هذه الثقافة.
نحن لا نفرض شيئا على المرأة، تخرج وقت ما تشاء وتدخل وقت ما تشاء. عمرنا ما تكلمنا في هذا المواضيع. نحن المرأة عندنا أميرة، ما عندناش نقاش احنا على المرأة، احنا لا نناقش هذه الأمور. احنا وضعية المرأة في مجتمعنا، المرأة سيدة نفسها. نحن لا نناقش مسألة دخول وخروج المرأة وحجابها ومن عدم حجاب، نحن لا نناقش مثل هذه المسائل في تاريخنا، لم نناقشه. غريبة حينما نسمع نحن مثل هذه الأحاديث نستغرب هذا. في مجتمعنا، في مجتمع الطوارق في الجنوب، المرأة حينما تطلق تعد حفلة، لأن المرأة المطلقة عندنا أهم من المرأة التي لم غير المطلقة، أهم بكثير. ما عندنا مشكلة إحنا عندنا مع المرأة، نحن لا نطرح هذه النقاشات. هذه النقاشات طرحت في اللحظات التي أصبح الاستعمار فيها هو الحاكم. هل تعرفون ما معنى مجتمع أموسي؟ معنى المرأة كانت عندنا هي ربة العمل، والرجل هو الذي كان يحضن الأولاد، هو الذي كان يقوم على شؤون ورعاية الأطفال. عمرنا احنا في المجتمع الأمازيغي لا ناقشنا وضعية المرأة. كلما أتيت إلى المشرق طرح علي هذا السؤال، فأستغرب كثيرا لماذا أنتم تناقشون أصل الخليقة. عندناش احنا نقاش في هذه المسائل، ما عندناش نضالات في هذه المسائل. احنا المرأة تخرج للسوق وتبيع وتاكل وتدي اولادها وتسافر وتروح تدرس، وما فيش ما في ما في ما في حتى مشكل. يعني ما عندناش حتى مشكلة احنا في هذه المسائل. ثم مساواة، يطرحون كثيرا من الأسئلة المزعجة التي لا تنتمي الى العقل، الى العقل السليم. اي مساواة هذه؟ نحن لا نطرح مشكلة المساواة، نحن نطرح مشكلة الكفاءة. حينما تكون المرأة كفءة في شيء يجب أن تتقدم، وحينما يكون الرجل غير كفء يجب أن يتوارى. هذا ما هذه هي البابا ببساطة تامة، وهذا في مجتمعنا الأمازيغي. عمرنا ولا كان عندنا هذا المشكل. دائما عندنا المرأة بطلة وحرة وشريفة، ما عندناش احنا المومس. نحن لا نعرف المومس في تراثنا، وبالتالي لا يوجد في مخيلتي أن تكون امرأة مومس وتكون بطلة أبدا. يتعارض هذا الميزان الأخلاقي، يتعارض ذلك. كما هذه المقولة أنت المومس بطلة، ورثناها من الفلسفة الوجودية، حينما يقول سارتر، جون بول سارتر، بالعربية يقول لك كل النساء مومسات بالرسبي إلا أمي، مع احترامي لكم إلا أمي. هو يجعلهم كلهم في خانة واحدة إلا أمه هي هذه الوجودية التي تقول هذا. نحن لم نرث هذا الميراث. وأنا رجل قرأت جون بول سارتر راسا على عقب ولم يعجبني فيه شيء. صحيح هو فيلسوف تحرري وساند الثورات لكن العبثية التي عاشوا فيها ليست، لا تنتمي إلي ولا أعرفها. يعني لا أجد لها مدخلا سليما، مدخلا ثقافيا. لذلك أنا كنت أطرع على زملاء المسرحيين في المسارح عندنا في الجزائر، لا يجب أن تسقطوا إلى هذا الحضيض، لأن فكرة المرأة المومس هي فكرة رأسمالية، فكرة أنتجتها الشركات، فكرة اقتصادية، فكرة تريد أن تجني من ورائها المال، تريد أن تنتج من ورائها المال. المومس مش هي المرأة المتبرجة. المرأة المتبرجة مرأة محترمة خلاها خيارها، وهذا يمكن أن نفتح نقاش طويل، وقد فتحه نصر حمد أبو زيد وفتحه كثير من شيوخ الأزهر الشريف في هذا الموضوع. يمكن أن نتناقش لساعات في هذا الموضوع. هذا المسألة تجاوزها الزمن وأصبحت ثقيلة على الأذن المعاصرة، أن نناقش مسألة الحجاب وحرية المرأة يعني لم يعد العالم يطرح مثل هذه
الإشكالات. العالم تجاوز الآن هذه الإشكالات، يعني الآن العالم في زمن اتساع دائرة التواصل وعالم التقنية، ما زلنا نطرح موضوعات القرن الرابع والخامس هجري للأسف الشديد. العالم لا يطرح مثل هذه القضايا، العالم يطرح مسائل أخرى. الأستاذ رامي صديقي العزيز، الفن والرأسمالية، حينما قلت بأن الفن هو الوحيد الذي أبقى على الإنسان، من يذكرنا بأن الإنسان ما زال على قيد الحياة؟ هي هذه الأنواح والألواح والمسرحيات الكبيرة وتذكرنا بأن الإنسان ما زال موجودا في ظل هذه الهجمة الرأسمالية. أنا حينما أقول الرأسمالية معناها أقول الاستعمار، لأنه لا يمكنك كما قال فانون وكما حينما قال بيل أشكروفت، لا يمكنك أن تفكر في الاستعمار دون أن تقرنه بالرأسمالية أبدا. هل تعرفون بأن ما أخذته فرنسا من مصر ومن الجزائر ومن الدول العربية لا يمكن بحال من الأحوال أن نحسبه بالأرقام، من ذهب ومن مواد أولية ومن، هل تعرفون أن لا تريفال هذه مصنوعة بحديد جزائري؟ هل تعلمون بأن عاصمة باريس شيدت بأذرع الجزائريين وبمواد من الجزائر في زمن كانت الجزائر تعيش فيه الفقر وتعيش فيه الحرمان؟ لعل حالة مصر كانت مختلفة على الأقل على أيام محمد علي باشا، وكان هناك تحديث وهناك عصرنا وهناك، نحن كنا نعيش تحت استبداد رهيب من قبل من؟ ليس من قبل جنود فحسب، بل الاستعمار الحقيقي هو استعمار رجال المال، هو استعمار أن حولوا الجزائر إلى مكان للسوق ولي يعني جلب مواد الأولية وبيعها في جميع أسواق العالم. هل تعلمون بأن في الجزائر أجريت 21 عملية تجربة نووية وقتل آلاف البشر؟ هل تعلمون بأن هناك قبائل أبيدت عن بكرة أبيها بماذا؟ بالسلاح الرأسمالي. هل تعلمون أنه الآن في الأرشيف الفرنسي هناك أكثر من 30 ألف أو 35 ألف جمجمة للثوار الشعبيين الجزائريين موضوعين في كراتين في سراتيب في, 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 في متحف الإنسان في باريس؟ من فعل كل هذا؟ رأسمالية، التوحش بمساندة المزارعين الذين كانت تجلبهم فرنسا من دول أوروبية المختلفة وتعطيهم أراضي بألاف الهكتارات وتخرج المواطنين الأصليين. الرأسمالية هي الاستعمار وهي التي ستدمر هذا العالم كما قال الفيلسوف مازال حي نعوم تشومسكي. هذا الرأسمالية ستدمر العالم. انظروا إلى مقدرات الأرض، انظروا إلى زراعة الأمراض في العالم. نحن خرجنا من أزمة عالمية من وباء كورونا، هذا كل التقارير والمؤشرات الاستخباراتية والطبية تقول أن هذا الوباء ليس طبيعي، هو صناعي. هل تعلمون اغتناء شركات الأدوية في العالم بعد أزمة كورونا كم؟ فرانسيسكو فوكوياما كتب زوج كتب انصحكم بقراءته، كتب كتاب اسمه نهاية التاريخ وكتب كتاب اسمه نهاية الإنسان نحو ثورة بيوتقنية جديدة، ويقول أنه على أمريكا أن تقلل نصف الشعوب إلى النصف عن طريق زراعة الأمراض وتلويث تلويث المياه و إفناء البشرية عن طريق ماذا؟ عن طريق هذه الأمور. هذا في صالح من؟ في صالح هذه الرأسمالية العالمية، هي شركات متعددة الجنسيات، لا هي أمريكية ولا هي فرنسية ولا هي ألمانية، وإنما هي خليط من كل هذا، وهي الاستعمار الجديد. يتحكمون حتى بأمزجتنا، لما أنت تهز الهاتف نتاعك وتشوف مثلا
وتكون انت مبرمج انك مثلا تحب الشاورما مثلا لحم او شاورما دجاج، كل مره تجيك اللوغاريتمات نتاع الشاورما، يوجهونك حتى بشكل لا ارادي عن طريق خوارزميات وعن طريق كذا. هناك توجيه عميق من الرأسمالية للإنسان في العالم. هل تعرفون حجم العقم عند الرجال وعند النساء عن طريق الأنظمة الغذائية المعاصرة هذه، عن طريق الساندويتش وعن طريق ملايين حالات العقم الناتجة عن النظام الغذائي العالمي الجديد هذا؟ أمريكا في كم مجتمع، مجتمع معاصر، أكبر مرض تعانيه أمراض السمنة، يصرفون ملايين دولارات من أجل نظام الحمية، وكل هذا عائد إلى الشركات تصنع البرمجيات وتصنع الغذاء الملوث وتصنع الأدوية وكل شيء منها وإليها. خطير 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 الوضع، يعني الوضع ليس كما تعتقدون. نعم، ما يحصل في السعودية وما يحصل في غير السعودية كله من تمثيلات الرأسمالية. وشركة بوليود مثلا في الهند، فلاسفتهم، أنا أقرأ للفلاسفة اليهود خلال 10 سنوات الأخيرة، يبكون ليل نهار ويكتبون ليل نهار ويحذرون أبنائهم ليل نهار. لذلك نحن نفرق بين الرمزية والصنمية. الصنم هو هذا المجال السرولوجي الذي يقتات على الصور البسيطة، أما الرمزية هي هذا الوعي أو الشعور العميق الداخلي الذي يجمعنا كعرب ويجمعنا كمسلمين. قد أكون علمانيا، قد أكون، ولكن ما يجمعني هو أكبر مما يفرقني، ما يجمعنا هو أكبر مما يفرقنا. وستكشف لكم الأيام أو السنوات القادمة كيف أننا كنا في مصير واحد ومشترك. إذن لابد أن نميز بين الأمرين. ما أبحث عنه أنا هو هذا السقف الرمزي الذي نعتاش عليه لنحفظ بقاءنا، ليحفظ بقاءنا ووجودنا في هذا العالم. لا تتصوروا أبدا أننا نصنع وجودنا بالاتكالية وبالوساطة وبأن نكون أن نكون لقمة سهلة للآخرين. علينا أن نكون أقوياء وأن نكون حذرين، لأن هذا العالم ليس بالبراءة التي تعتقدون وليس بالبساطة التي تعتقدون. هم يفكرون ويخططون ويصنعون، ومن حقهم ذلك، ونحن كذلك من حقنا أن نفكر وأن نحقق وجودنا بالطريقة التي نراها صحيحة. وهذا لا يعني أبدا أنني أنطلق من إيديولوجيا معينة. إيديولوجية الوحيدة هي أن أفكر في الوضع وأن أفكر في المآلات. ما يجعلني أفرح اليوم قد يجعلني أحزن كثيرا غدا. لذلك علي أن أحزن اليوم كثيرا وأفرح غدا كثيرا، لكن الفرح في الغد يكون واسعا. إذا كنت لا أقبل فكرة بدواع معينة، ربما في تلك الفكرة وفي ذلك التصور مخرج لثقافتنا ومخرج لواقعنا ومخرج لأزمتنا. لذلك قد يكون دائما الحل في ما لا تؤمن به. كما هي الأوضاع في التاريخ، دائما يصنعها من لا أمل له. التاريخ لا يؤمن بمن يحملون أمالا عارضة. قد من لا يحمل أملا أصلا هو الذي لا يصنع أملا أصلا، كما قال عادل إمام مرة في أحد أفلامه، هو أنا ما عنديش وش خاسر، يعني معك بالمصرية كيف مش هخسر حاجة، وش خاسر يعني مش هخسر، ما عنديش حاجة أخسرها، ما عنديش حاجة أخسرها. الذي يتصور أنه لن يخسر شيئا هو الذي يستطيع أن يفتح الأمل واسعا، كما يقول فيلسوف ألان باديو، من لا أمل له هو من يصنع الأمل.
ولكن احنا في ضوء ما نعيشه من تراكمات وما نعيشه من مآسي علينا أن نفكر جيدا. ربما في الضفة الأخرى يوجد الحل، ليس الضفة الغربية، ربما في ضفة من أختلف معهم يكون معهم الصواب ويكون معهم الرشد. وددت أن أتحدث بحديث يعجبكم، ولكن قد تكون الأحاديث التي لا تعجب هي ما تؤسس إلى ما يعجب به في المستقبل. هكذا هي الأفكار، عليها أن تكون شرسة لتأسى لشيء ما، أما الأفكار التي ترضي الطرف الآخر لا أتصور أنها تجدي. وشكرا جزيلا، شكرا صديقي طارق. نشكر دكتور إليامين بن تومي أستاذ تحليل الخطاب والنظرية النقدية على الطرح الرائع اللي قدمه، على أمل بلقائكم يوم الثلاثاء الجاي الساعة 7 في صالون جديد، وشكرا.